اهلا بكم وكل جمعه وانتم بخير. المطلوب دائما من كل دكتور او من كل من يريد ان يكون طبيبا ان يتميز احيانا بعقليه من يسمى بالمحقق البوليسي. يعني لازم يكون عنده فكر المحقق البوليسي، يكون ديتكتيف. ديتكتيف زيه زي شارلوك هولمز كده. يعني شارلوك هولمز ده شخصية أسطورية في أنه بيربط الأحداث ببعضها. ليه؟ لأنه كتير جدا ده شارلوك هولمز القديم. لكن خلينا نقول أنه في الطب في ألغاز كتيرة جدا. يعني لما تيجي ست عندها مشكلة ما، هذه المشكلة بتبان وكأنها لغز مستعصي على الطبيب على الدكتور أن يبحث في ذهنه إزاي هيحل هذا اللغز. في أمراض بطبيعتها تشبه المجرم شديد الذكاء، يعني مثلا بالهرسيا مثلا، مرض كان زمان موجود ولغاية دلوقتي بيظهر أحيانا، بطبيعته مجرم بينتشر. التي بي الضرن بيعمل كده برضو، الضرن مجرم ذكي. هو المفروض أن الضرن مثلا بيجي في الرئتين، لكن أنه يصيب الأنابيب ويمنع الإنجاب، هو ده مجرم ذكي. مثلا الأمراض زي الإيدز واللوكيميا والحاجات دي كلها أمراض خبيثة فيها إجرام ذكي، بتعمل مشاكل كده بعيد عن موقعها الأصلي، بعيد عن مكانها الأصلي. الحكاية دي تحتاج تركيز، تحتاج تشخيص، تحتاج إن المشخص الدكتور الشاطر المشخص يكون عنده القدرة إنه يكون زي شارلوك هولمز، يكون زي الديتكتيف. والنهاردة يوم الألغاز، أو بمعنى صح حلول الألغاز، أو بمعنى أصح حلول الجرائم الذكية، لأن إحنا في جيل الأمراض ذات الجرائم الذكية، زي مثلا حروب الجيل الرابع، إحنا دلوقتي أصبحنا في عهد حروب الأمراض الذكية. هو ده اللي هيخلينا أسأل ضيفي العزيز القيمة العلمية الكبيرة والاسم الكبير في هذا المجال كيف يحل هذه الألغاز. الاسم الكبير ضيفي العزيز وطبعا الكاريزما الخاصة جدا وصاحب الوجود الرائع للغاية والجماهيرية الطاغية، هو طبعا ضيفي العزيز الأستاذ دكتور سيد الأخرس، أستاذ واستشاري أمراض النساء والحقن المجاري وجراحات المناظير وأطفال الأنابيب، الحاصل على الزمالة الأمريكية لجراحات المناظير المتقدمة والمساعدة على الإخصاب، عضو جمعيتين الأوروبية والأمريكية للخصوبة والعق والجمعية العالمية لجراحات مناظير النساء، المؤسس لمستشفى الأمم العريقة ولأول مركز متكامل لعلاج بطانة الرحم المهاجرة في الشرق الأوسط، وطبعا أحد أهم الكوادر الطبية في مصر والوطن العربي والاسم العالمي الكبير. اهلا بيك دكتور ايمن. اهلا بيك. لما قلت انه احنا عندنا الغاز كتيره في الطب، طبعا هل انا عصبت؟ لا ما عصبتش، لان دي الحقيقه ان حالات كتيره جدا بتصيب اجسادنا وكلها مش مبنيه على علم خاص خالص. احيانا بتبنى على النظريات وثيروز، تيجي النظريات بتؤكد فعلا المفهوم اللي وصل لنا كله، زي مفهوم بطانة الرحم المهاجرة مثلا. يعني قالوا انه هي بتيجي بسبب ان بطانة الرحم المهاجرة، بطانة الرحم بتخرج عن طريق الانابيب وترجع عكسية وتنزرع في البطن. فضلوا لسنوات من العمر يؤكدوا النظرية دي. طب ده كان تفسير لبطانة الرحم المهاجرة اللي موجودة داخل البطن والحوض وبتصيب الأعضاء اللي داخل البطن والحوض، زي المثانة البولية، زي المستقيم، زي القولون، زي الزائدة الدودية، كل ما هو في تجويف البطن في تجويف الغشاء البروتوني. طيب لما يجي بقى حاجة بطانة رحم مهاجرة في الجلد وتكون موجودة في السرة، تكون موجودة في العين، موجودة في الودن، موجودة في الرئة، فالنظرية دي ما ثبتتش كيف يتم انتقال بطانة رحم المهاجرة من الرحم للأماكن دي. فطلعت نظرية تانية تقول تبقى أكيد بتمشي الخلايا دي في الأوعية الدموية وتمشي مع مجرى الدم وبعدين تنزرع لما الدم يوصلها لأي عضو بعيد، المخ، العضلة، جلد، تترسب فيه أو عن طريق الجهاز الليمفاوي. فكان دي نظرية. طيب هي بتيجي ليه وبتيجي لمين؟ فنظريات طلعت، هل لما بيطلع لأنها هي هرمون بتعتمد على الهرمون الاستروجين، فبالتالي أول ما بتيجي الدورة الشهرية تبدأ بعض مع بعض الناس في سن الخصوبة
وتظهر بطانة الرحم المهاجرة عندهم. طيب هنا عشان في ايه دورة شهرية وفي استروجين طالع، طب تأكدوا ايه بقى؟ والنظرية دي تقول ايه للناس اللي اتقطعت عندهم الدورة وعندهم بطانة رحم مهاجرة؟ يبقى معنى كده ان في نظرية اخرى، ده جهاز المناعة. ماله جهاز المناعة؟ لما يبقى فيه خلل البطانة رحم المهاجرة دي بتقدر تستوطن في الاماكن دي. طيب لا، اصل كمان هو ليه علاقة بالامراض الحساسية، اصل ليه علاقة بنظريات كتيرة، الغاز كتيرة، وعشان تصل الى تشخيص حقيقي وعشان تصل الى علاج ناجع وناجح لابد يكون عندك فعلا تؤمن بكل النظريات وتحاول انك انت بتدرس عليها وتشوف هل فعلا بتتوافق مع خبراتك المتراكمة ومع التفسير المنطقي لكل حالة وكل عرض، ولا ليها اسباب اخرى. زي موضوعنا مثلا النهاردة اللي هو ممكن يكون جديد في طرحه ومهم ويهم ناس كتيرة جدا، زي مثلا موضوع الهيماتوريا. زي ما يطلع في ناس كتيرة جدا عندهم مشكلة ان هم بيتبولوا دم، سواء رجالة او ستات، لو احنا بنتكلم على الاسباب المختلفة، ما هي معروفة الاسباب المختلفة اللي تؤدي الى دم موجود في البول. لو اعتبرنا ان ده الجهاز البولي موجود الكليتين الحالب المثانة البولية، هيبقى مجرى البول خارجيا. لو احنا قلنا من اول المصدر، من اول المصدر موجود، لو الكلية فيها اي حصوات، لو الكلية فيها اي التهابات، بالتأكيد الالتهابات الموجودة او الحصوات بتجرح في نسيج الكلية فهتنزل في الحالب على المثانة البولية على بر. طيب لو في التهاب في الحالب، لو في حصوة في الحالب، نفس القصة، هتنزل في المثانة البولية على بره. لو المثانة البولية ملتهبة، لو المثانة البولية ملتهبة نتيجة أي أسباب، ملتهبة التهاب نتيجة جماع، نتيجة قعدة تويلت مشتركة، نتيجة أمراض داخلية، نتيجة أمراض تناسلية، يحصل التهاب في الـ في الـ في الـ في الـ المثانة البولية وبالتأكيد هيخرج دم مع البول. أو لو في حصوة هيخرج دم مع البول، لو في أورام سرطانية تخرج دم مع البول، أو لو في أمراض مرتبطة بالدم، أمراض تجلط الدم فيها قليل زي الهيموفيليا مثلا، هينزل دم مع البول. ولو كان المريض بالصدفة بياخد أدوية زي البنسلين هينزل دم مع البول، زي بعض الأدوية اللي بتعالج السرطانات بينزل دم مع البول. يبقى دي أسباب مختلفة بتتحط في الحسبان وتفسيرها منطقي، ونقدر نقول كل عضو ونقدر نبحث عنه ازاي عشان نأكد الأسباب المختلفة تؤدي إلى دم في البول. لكن النهاردة أنا عاوز أناقش قصة السايكليك هيماتوريا. السايكليك هيماتوريا بمعنى إن تيجي حد تقول لك إن الدورة الشهرية بتنزل في البول، أو إن ينزل البول كل شهر في ميعاد محدد يبقى مليان دم. دم وطول الشهر هي متحكمة في البول، مفيش أي دم بينزل في البول، وبعد كده بينزل الدم بس وقت الدورة الشهرية. بل هنا اللغز ده أو التفكير ده أو منطقي، إيه اللي يخلي سايكليك هيماتوريا؟ يعني معنى كده اللي مرتبطة بالدورة الشهرية. طب إيه اللي يخلي الدورة الشهرية تنزل في البول؟ طب الدورة الشهرية لو قربنا هنا، واضحة الصورة؟ واضحة جدا. لو الدورة الشهرية، لو احنا اعتبرنا ان ده الوضع التشريحي وده الرحم بأنابيبه ومبيضينه، هتنزل الدورة الشهرية من المهبل على بره. طب دي المثانة البولية، لما يخلي ايه اللي يخلي الدم ينزل من هنا لهنا؟ يبقى اكيد في عامل مشترك ما بين هنا وهنا. اكيد. وري الناس تاني، فين المثانة وفين الرحم؟ ده المثانة الحمراء وده الرحم. الرحم هتنزل الدورة الشهرية منه على المهبل على عنق الرحم على بره. المثانة البولية مش جزء من الدورة الشهرية، لو نزل فيها الدم يبقى اكيد في حاجة ما، نصور
او فتحه رابطه ما بين العضوين دول. فالدوره الشهريه تنزل من الرحم تخش في المثانه البوليه وبعدين تخرج بره. طيب عشان نشوف علاقه الرحم بالمثانه، افضل حاجه ان احنا نلفه سنه ونخليه لاترال. لا ما كده ايوه لاترال فيو كمان أكتر. كمان أكتر. ده كمان كمان خليه لاترال فيو خالص اكتر. ايوه واضحه كده في الشاشه. واضحه قوي كده هيبان. طيب. علاقه الاثنين مع بعض اللي يبقى هو هنا هنا كاني الرحم ورا ورا المثانه البوليه وكده عظمه الحوض بتبقى قدام. بالظبط المثانه البوليه وبعدين الرحم. الرحم بتتغير، بيحصل تغيرات شهريه في داخل الرحم، تنزل بعد كده في تجويف الرحم من عنق الرحم وتخرج بره. دي المثانه البوليه اللي مسؤوله ان الكليه تفرز البول، يجي على الحالب يخرج البول من المثانه البوليه على بره. لما المثانه البوليه تجيب دم فقط اثناء سايكليك شهري يبقى مرتبط ارتباط وثيق بالرحم. طيب ايه ده؟ دي قصة. القصة دي قديمة؟ القصة دي قديمة. ده لغز. وتمثل ايه؟ تمثل كأني بنقول ايه هنا؟ لو انا عايز اقول ان ده الرحم ودي المثانة البولية وناسور جمع ما بينهم. ايه الناسور؟ الناسور معناه ان كوميونيكيشن او تشانلز او قناة او نفق او فتحة، فتحة الاتنين على بعض. ولما تفتح الاتنين على بعض يبقى الحاجه اللي داخل هذا العضو تخش في داخل هذا العضو. يعني لو العضو كان المستقيم وفتح على المهبل تلاقي الست تقول لك ان المهبل بيجيب براز. طب لو كان المثانه فتحت على المهبل نتيجه مضاعفات هنشوفها في ولاده مثلا تقول لك ان انا كل البول مستمر لا يتوقف، لان في فتحه كل ما المثانه مليانه تخرج بول من تحت. لكن لما تقول لك انها الدوره قطعه ما بتجيش وبتنزل من البول يبقى كده غيرت مجالها، غيرت مجراها ومسارها. زي ايه؟ زي ما نيجي نقول هنا دلوقتي لو اعتبرنا ان ده الرحم او دي المثانه البوليه اللي تحت وده الرحم وفي هنا تشانلز ما بينهم، ولو الرحم ده مملي دلوقتي بالدورة الشهرية، الرحم ده المفروض هيجيب الدورة الشهرية منه من بره من هنا. لكن لو جبنا كده ولقينا ان بدأت الدورة الشهرية تخش من تجويف الى تجويف اخر، شايف نقطة الدم دي نازلة باينة واضحة، حطها تحت كده نتاكد ان نلفها سنه كده ناحيه الكاميرا. واضحه كده؟ لا لا نلفها نلفها العكس. واضحه أيوة كده؟ ايوه كده باينه؟ شايف اللون الازرق ده كانه ده الدم. شايف عمال يسرسب ازاي ويطلع؟ في مثانه البوليه. انا هاخدها منك دي. مثانه البوليه دي ساعه بدل الساعه الرمليه زمان، دي ساعه بالظبط وكان بنحسب بيها ساعة بتخلص. فكان زمان بيعددوا بالساعة الرملية يعرفوا التوقيت ازاي، بتحط الساعة ولما كل الجزء اللي هنا بس كان بيبقى رمل هنا وينزل من هنا، اتعمل الاول بفقاعات وبابلز تقدر كأنها برضو الساعة الرملية، بس انا احول هنا ان انا استخدمها كأن في تجويف رحمي وتجويف مثانة ويبدأ التشانلز ما بينهم تفتح لسبب او اخر. طيب خلينا نوضح ده اكتر. عاوز تشوفها كالعاده؟ واضحه كده جدا. الله واضحه جدا. بص كده الصوره عامله ازاي. بص 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 البتاع في تسريب اهو حصل، في تسريب حصل، في تسريب. طيب نرجع للفيديو اللي عاوز اوضح بيه الصوره اكتر ونشوف، ونرجع تاني للعبه اللي في ايد الدكتور ايمن. نشوف الفيديو. انا من عشاق اللون الازرق. ايوه يعني اي حاجه باللون الازرق تشدني على طول. فانا بس حلوه فكره الفيستولا. هو ده اللغز يا جماعه. هو ده اللغز. تعال نشوف الاول الانيميشن يوضح لنا الوضع التشريحي اكتر، وبعد كده نقول الرابطه ما بينه الاعضاء وبعضها. جميل. دي المثانه البوليه اللي احنا كنا بنشاور عليها قدام دلوقتي، وده الحالب
موجود ادي المثانه البوليه وتجويفها الداخلي. لما نلف ارتباط المثانه البوليه اماما اهو بعد عظمه الحوض، ادي الرحم المثانه البوليه، بنحاول نعمل فيكسات ونوصل الرساله كده، وصلت المثانه. ادي الايه المهبل علاقته بالمثانه البوليه وعلاقته بقناه مجرى البول قدام، وادي الرحم وهو نايم على المثانه البوليه، وادي عنق الرحم. ده مقطع جانبي كان الانسان مدينا جنبه او الست مدينا جنبها وبصه ناحيه على ايدكم الشمال، كانها بصه على ايدكم الشمال. واللي ورا المهبل ده المستقيم. ادي بطانه الرحم اللي بتعمل الدوره الشهريه. الدوره الشهريه نشوف مقطع تاني نقرب بيه، وكان بنشيل النسيج البريتوني عشان نشرح هو ايه الوضع بالظبط وعلاقه الاعضاء ببعضها. كده وصلت الرابطه. ادي المثانه البوليه، هنا هيحصل ناسوره اهو، الفتحه دي ما بين الرحم فوق والمثانه البوليه. شوف الدم هينزل من الناسور من الرحم، خرج على المثانه البوليه، خرج على بره. طب لو كان هنا فوق عنق المثانه او عنق الرحم، برضه بيبقى ناسور مثاني رحمي عنق رحمي، تخرج الدوره الشهريه من عنق من فوق عنق الرحم على المثانه البوليه على بره. لو هنا ناسور بين المهبل والمثانه البوليه، المثانه هي بقى اللي بتفضي البول اللي فيها على المهبل ويخرج بره. فالست تقول انا مبلوله دائما وعندي ريحه كريهه خارجه. لو عنق المثانه ده او المثانه اقصد برضه بين المثانه والمهبل، تخرج البول على طول. طيب هنا فتحه، شفت لو نزلنا كده وقلنا ان اسباب مختلفه، والبيبي نازل في ولاده مثلا ما، والولاده كانت متعثره، والولاده خدت وقت طويل، وبسبب ان راس البيبي كانت اكبر من من المهبل او اكبر من الحوض، ودخل والضغط. بص نقف شويه هنا بقى، نقف شويه هنا، نقف. لو هنا لمده مثلا سي قعدت الحاله ساعه ساعتين يوم يومين بيولدوا فيها، ضغطه العظم دي على المهبل بتعمل نوع من الاسكيميا، كانها ضغطت على اوعيه دمويه ففقدتها التغذيه. بعد فتره بتتوقف الدعاء الدم ويغذي المنطقه دي، تولد الست. وبعد ما ولدت ولدت طبيعي، تيجي بعد 6 شهور تقول لك ان مبلوله بول على طول على طول. اتاري حصل تآكل في جدار المهبل مع جزء من المثانه البوليه اماما، فعمل فتح تلقائي وبدأ ينزل، خلاص خرج البيبي وعدى خلاص. وبعد كده اكتشفنا ان المشكله بقت موجوده. طيب ناسور بين القولون والمهبل، فالست تقول لك انا بينزل براز سائل او قطع براز تبقى موجوده، واحيانا تقول لك في بقايا اكل معينه، حتى معلش لو الموقف تقيل شويه بس عاوزين نشرحه. بيحصل ناسور ما بين القولون وما بين المهبل، اسباب مختلفه. لو نقف عند الصوره هنا، اسباب نرجع سنه نقف بقى لو سمحت، اسباب مختلفه تؤدي الى الناسور المهبلي المثاني او المثاني المهبلي او القولون المهبلي. يا اما لو راجل مثلا او ست عندهم بعض الامراض في القولون، سرطانيه او ارثيراتوف كورايتس او كرونز ديزيز او دايفيرتيكولايتس، امراض المناعيه، امراض معينه تاكل لوحدها في جدار القولون، وبعد كده تخش على المثانه يحصل التهاب وتاكل جدار المثانه فيحصل الناسور ما بين الاثنين. طيب لو كانت المريضه دي اتعمل لها ابيزيوتومي، يعني اثناء وهي بتولد شق عجان وتقص وجار شويه وحصل التهاب، او ان وهي بتولد اتقطع، حصل كومبليت برنيال تير، اتقطع العجان بالكامل، ممكن يتقطع العجان على المستقيم ورا فيحصل شق ما بين المستقيم وما بين المهبل، يحصل ايه فيستولا، ريكتو فاجينال فيستولا. الناسور ما بين القولون، لا هو ارقى ان هو الناسور ما بين الريكتم المستقيم والمهبل، خلاص كده ريكتو فاجينال فيستولا. ناسور يا جماعه يعني معناها وصله، فتحه وصلة غير طبيعيه، فتحه غير طبيعيه ما بين حاجتين، لا ما بين حاجتين، ما بين حاجتين، يا اما ما بين حاجتين، ما بين عضوين داخليين،
ما بين زي القولون والمهبل او ما بين عضو والجلد. يفتح لبره. يعني ممكن تلاقي واحده تقول لك انا بيجي لي دوره شهريه من بطني، في فتحه ناسور تيجي الدوره الشهريه من بطني، ان شاء الله اوعدك بتتعمل العمليه للحاله دي واجهزها لك واوريها للناس. واحده بتجيب الدوره الشهريه من ناسور من ما بين الرحم والجلد من بره، او تقول لك من كتر العمليات او عندها سرطانات لا قدر الله يحصل ناسور ما بين القولون وما بين الجلد فتلاقي فيه براز طالع، زي ما بنعمل احيانا للكلوستوم احنا واصله عن عمد توصل فتح كأن القولون للجلد عشان يطلع محتوياته بره، عشان اذا كان في عمليه بنوصل بيها تحت الريكتم او كان الريكتم فيه تآكل او كان بنعمل عمليه بشكل معين وعايزين نريح الريكتم لغايه لما يحصل الالتئام. صوره مبسطه توضح الاسباب المختلفه اللي ممكن تؤدي الى مشاكل مختلفه عند المراه، سواء كانت بعد ولاده او بعد ولاده قيصريه وبدات تشكي بالمشكله دي. سنه 1951 ده المثانه بقى خلاص، ده الناسور وعرفنا الناسور ما بين الاثنين خلاص كده. نرجع بقى 1951 للفخر الشديد دكتور عبد الحميد يوسف، دكتور مصري، هو اول واحد اكتشف ما يطلق عليه الفازايكيوتراين فيستولا واسمها يوسف سندروم، اللي هي الوسط متلازمه يوسف، اللي هي الناسور ما بين الرحم والمثانه. المتلازمه عباره عن ايه؟ ان المريضه تقول لك ما بتجيليش دوره شهريه، تقول لك ان بدا يحصل بول مدمم موجود، المتلازمه دي تؤكد ان في سامثينج حصل. دايما هي حالات مش منتشره خلاص، مش موجوده في العالم المتقدم، موجوده الى الان في الدول اللي فيها لسه في قصور طبي. ممكن لما يكون في عمليات جراحيه تمت على الرحم، زي ممكن يكون عمليه قيصريه فاتفتحت الفتح الرحم، وهو بيتفتح الرحم وبيتخيط تتخيط الرحم في المثانه البوليه فيعمل ناسور ما بين الرحم والمثانه البوليه. لو اتشال ورم ليفي وبرده نفس القصه، تخيط الخياطه وربطت المثانه البوليه بالرحم. يا اما بعض الامراض اللي ممكن تحصل لوحدها ذاتيه، يا اما قيصريه ما اتقفلتش كويس ويحصل ثقب ما بين الرحم والمثانه البوليه، يا اما اثناء تركيب لولب. اثناء تركيب لولب، ارجع بس هنا للولب، اثناء تركيب لولب، ده لولب لولب ده برضو يعني مشاكله كتيره قوي، يعني كتير من الناس. ما لا، اللولب مش مشاكله كتيره، المشاكل ما تفتح كده يا دكتور سعيد. المشاكل بتيجي دايما، ما بتجيش ذاتيه اكتر ما بتيجي غيريه. مفيش مقص يا جماعه. عايزين مقص، ده مش هيفتح الا لما يكون كده. كده بتاع. ماشي. ايوه هات بقى لو سمحت. شكرا. مش هيبقى ساعتين في العمليه دي. اول مره في حياتي امسك لولب. اللولب اثناء تركيب اللولب ليه مشاكل اللولب بنسمع انها كتير؟ يعني ممكن تكون مش مشاكله كتير بس احنا بنوصل لنا ان هو عمل مشاكل كتير. هل بسبب انه طريقه تركيبه ما كانتش منضبطه؟ هل الستات بيهملوا بيسيبوه لفترات طويله؟ ده شكل اللولب. تمام. الحرف التي. وده الدرجات اللي موجوده، المدرج الموجود على الجسم اللولب اللي هنقيس بيه الرحم ونعرف الرحم طوله قد ايه بالمجس قبل ما بنركب اللولب. لو كان هو 5 سنتي او 6 سنتي بنجيب العلامه دي عند ال 5 سنتي او 6 سنتي، يبقى ده حجم اللولب ونحطه كده. لو احنا ما قسناش ممكن نخش
فيتخرم الرحم، والرحم ممكن يتخرم امامي او خلفي. لو اتخرم امامي يخش في المثانه البوليه، لو اتخرم خلفي ممكن يخش في قولون وامعاء. يتخرم من ده؟ يتخرم من ده لانه مش هيتخرم كده. انا لسه بس هنركب اللولب. اللولب هو بيبقى بندخله حرف التي ده بيخش كده، وبيبقى كانه بقى جسم مدبب. ولو اعتبرنا ان ده الرحم، عظيم، هندخل حرف تي ده داخل الرحم، كده، وبعدين اسحب ده. كمان عايزين نلفها كمان. ايوه، فحرف التي فتح. ايوه كده، شوفينه كده، حرف التي فتح. موجود، صح كده؟ وبنخرج بعد كده بكل حاجة موجودة لغاية ما اللولب هو بس اللي هيبقى موجود داخل الرحم. خلاص كده هيستقر هو هنا. التو شولدر بتوعه دول، الكتفين بتوعه بيقفوا عند الأنبوبتين، والجسم بتاعه بيبقى موجود هنا، والفتلتين دول اللي بيبقوا موجودين خارجين من عنق الرحم مش بالطول ده، ويتقصوا. عشان كده لو الفتلتين طوال يقول لك اثناء الجماع الزوج حاسس بالفتلتين. الفتلتين دول المريضه بتحسهم طول ما هم موجودين، عارفه ان اللولب موجود في مكانه. لو مش موجود، لو لقيتش الفتلتين، يبقى اللولب اسمه سف او سرح الكلام الماضي، او لف حوالين نفسه من انقباض الرحم، فالفتلتين يبقى مش موجودين. او اثناء تركيب اللولب ما لقيتش الفتلتين لاني اتخرم وخرج من هنا واصلا ما اتحطش في الرحم. خلاص كده؟ وصلت الرسالة؟ وصلت جدا. يبقى إذا تركيب اللولب حتى دلوقتي ما بتركبش بلايند، ما بيكونش على كده، لازم يكون في سونار. ما بتركبش عمياني. في سونار موجود على بطن المريضة، ويتركب اللولب على السونار عشان تعرف إن أنت داخل تجويف الرحم وتسيب اللولب داخل الرحم. وإلا تحصل مشاكل. ياما مشاكل كتيرة جدا من اللولب. اللولب ما فيش حاجة اسمها سرح، راح للقلب، راح للمخ، بيتحرك من تلقاء نفسه. طول ما هو موجود في الرحم هو موجود في الرحم. لو ما لقناهوش وكان مزروع بره الرحم فهو اتزرع من البدايه. قصه بسيطه عشان نقول احد الاسباب اللي ممكن تؤدي الى ثقب في الرحم، ونأكده النهارده عندنا حالتين مميزتين، واحده بسبب اللولب، واحده بسبب القيصرين. المريضه اللي معانا بتشتكي ان هي والده 5 مرات، واخر ولاده هم كلهم قيصرين، اخر ولاده او اخر قيصريه نزفت فيها، وقعدت مده طويله داخل العمليات، وتعملت العمليه، وبعد كده بتشتكي طول الفتره بالام مبرحه نتيجه العمليه اللي تمت. الام 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 الام، لدرجه انها بتقول لي ما بقاش عندها مشكله في الالام قد ما المشكله اللي موجوده، مش عندهاش مشكله في ان الدوره تجيلها من المثانه قد المشكله اللي موجوده في الالام. نبص كده ونرجع تاني نكمل شرحنا. طيب تعالى نشوف بقى لقاء مهم جدا، او عمليه يعني تشوف منظار رحمي لحاله هذه الحاله. عشان انا ليه شرحت اللولب ووضيته داخل الرحم؟ عشان لما ننزل دلوقتي نقول المريضه بتشتكي. طب طريقه تشخيصنا من المريضه هنعمل ايه؟ عاوزين نشوف تجويف الست بتشتكي من ايه؟ فنخش ازاي بالمنظار المثانه ونشوف اللولب داخل منظار الرحم، ونشوف اللولب داخل منظار الرحم، وبعد كده نتجه للثقب اللي موجود، ونبدا بعد كده نربط الاحداث ببعضها. نشوف حاله من حالات الالغاز، من انظر الحالات على مستوى العالم، والاجمل انها تتعمل كامله بالمنظار. دي الحاله. هنا دخلنا من عنق الرحم، ادي اللولب اللي موجود اللي احنا كنا لسه شارحينه داخل الرحم. وادي الشولدر، شوف نايم ازاي؟ كان الهدف اشرح لكم ده عشان تشوفوا ده بعد كده بالمنظار. ادي اللولب داخل جسم الرحم نايم في مكانه، مفيش ادنى مشكله، بدا يصد شويه، ده طبيعي التغيرات اللي تبقى موجوده. ودي فتحه عنق الرحم اللي موجوده واحنا بالمنظار ومثبتينها شويه. نرجع بقى نكمل الفيديو بتاعنا، هنشوف بعد دخلنا كده بالمنظار واحنا برجع لعنق الرحم لورا، ببص بطلع على المثانه لقيت فتحه كمان اهي. فتحه المثانه البوليه
مفتوحة على الرحم، وده يفسر ليه الدم بيجي في المثانة البولية، لانه لما نزل من الرحم على عنق الرحم المثانة بقت قريبة من الفتحة، ينزل الدم يخش على المثانة البولية وتنزل من المثانة البولية المفتوحة على الرحم خارجي، على المثانة على الدم البول من بره. ادي كده فتحتين موجودين، فتحة عنق الرحم وفتحة الناسور اللي ما بين الرحم والمثانة البولية. نكمل الصورة. ده بقى ايه الحق؟ ده احنا هنا داخل المثانة البولية. اها. واحنا داخل المثانة البولية هنلاقي هنا ده المثانة البولية. دخلنا بالمنظار نشوف المثانة البولية، نتأكد من ان احنا في المثانة البولية، هنلاقي ان احنا في قسطرة موجودة، وهنرجع تاني قسطرة موجودة كنا حاطينها في مجرى البول على داخل الرحم داخلية، على المثانة البولية داخليا. احنا كده في جدار المثانة الأوعية الدموية، ادي القسطرة. ايه؟ القسطرة دي. يبقى احنا كده داخل المثانة. يبقى دخلنا من الرحم إلى داخل المثانة. اكتشفنا وجود القسطرة داخل المثانة اللي احنا مركبينها في مجرى البول. كده الجزء الأول من العملية تم، إن احنا شخصنا. يبقى طريقة التشخيص بالناسور حاجات مختلفة. ممكن نعمل أشعة بالصبغة، نعمل أشعة على الرحم والأنابيب فتبان إن الرحم اتملى صبغة وراح على المثانة البولية، أو إن احنا نعمل MRI رنين مغناطيسي، أو السونار يكون قارئ جيد للسونار فيبدأ يشوف إيكوجينيك شادو موجود ما بين المثانة البولية وما بين الرحم. خلاص احنا كده وجدنا خلاص الرابطة ما بين الاثنين، ودي القسطرة اللي تبقى موجودة داخل المثانة البولية. يعني احنا دخلنا القسطرة دي في عنق المثانة كده، في المثانة هنا، ودخلنا بالمنظار الرحمي هنا، لقينا واحنا دخلنا بالمنظار الرحمي هنا شايفين القسطرة دي جوه، فتأكد تماما ان احنا داخل المثانة البولية. كده تأكدنا من وجود المثانة الفتحة ما بين الاثنين. طب شكلها ازاي بالمنظار؟ وشكل الالتصاقات الموجودة ما بين المثانة البولية والرحم؟ وليه المريضة بتشتكي بآلام مبرحة موجودة؟ لأن المثانة في فتحة بتنزل الدم فين؟ في المثانة البولية. وفي جزء بيتهرب من الفتحه اللي موجوده في الرحم داخل تجويف البطن، فعمال يزرع بطانه رحم بقت مهاجره موجوده داخل الحوض، فعماله تعمل التهابات شديده 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 والام شديده. نعمل كده المنظار البطن ونشوف. العمليه استغرقت مده لا تقل عن ساعتين ونص ثلاثه كمان، وبعد كده اخراجها جيد جدا، تقاس على مستوى العالم، من حالات القليلة جدا انك تتعامل بالمنظار لإصلاح ناسور رحمي مثاني او مثاني رحمي. اللي هنشوفه بقى ده منظار بطن. احنا كنا شفنا من شوية منظار الرحمي، منظار رحمي ودخل منظار المثاني، واثبتنا انه في وصلة، فده منظار بطن. دخلنا هنا بمنظار البطن، لقينا ادي المثانة البولية امامي، وادي الالتصاق ما بين الرحم وما بين المثانة البولية. بنفك الالتصاق اللي احنا شفناه من تحت، ده مكان الرابطة اللي حصلت والخياطة اللي تمت من الرحم والمثانة البولية، اتخيطوا الاتنين في بعض. بنفك المثانة البولية بالتدريج، بننزل بالتراكشن ونبدأ نبعد، ودي اللي بدأت تظهر المثانة، بنبعدها تماما عن التصاقات الرحم. بنحاول نشوف البلين اوف كلافيج او الفصل الحائل او الحاجز الفاصل ما بين النسيجين او ما بين العضوين، ونبدأ نفك الالتصاقات الى ان عايزين نصل الى الهدف بتاعنا، الناسور اللي احنا تأكدنا وشفناه من المنظار الرحمي ما بين المثانة البولية وما بين الرحم. بنستخدم الكولد سيزر هنا،
يعني مقص فقط، ما نستخدمش اي طاقه كهربائيه، لان ممكن نؤدي الى تاكل في جدار المثانه فيما بعد نتيجه الكي. بنستخدم شاش للتنشيف داخلا، او نعمل الشفط. بدات هنا نبص برضو لسه الالتصاقات شديده ما بين الرحم وما بين المثانه. هنا كان في شويه التهابات ما بين المبيض نتيجه بطانه الرحم المهاجره والالتصاقات اللي تمت ما بين المبيض وانبوبه فالوب وجدار الحوض. نبدا نفك الفصل ده، نعمل الام مبرحه في الجماع. بنعمل كي هنا، ده كي ليه؟ ده كي في الاوعيه الدمويه اللي بعيد عن المنطقه اللي احنا كنا فيها. بنفك الالتصاق ما بين القولون وما بين الانابيب وما بين المبيض اللي عامل التهاب، وده نسيج التهابي، وده اللي كان المسبب الالام عند الزوجه او عند المريضه. نطلع اي التصاق او اي جسم بيخرج من الانسجه، سيست اوف مورجاجني، النسيج التهابي، كل الانسجه اللي تخرج، لو 10 انسجه، لو 10 قطع، لو 10 عينات، لابد انها تحلل. لو انت شايف ان النسيج بعد احنا خدنا نسيج وممكن نكو جزء اخر اللي كان جنبه او شبهه، بنتخلص وبندمره، بنعمل فالجريشن عشان بنقلل الالتهابات الموجوده. نرجع تاني للجزء بتاعنا، الالتصاقات اللي موجوده ادي كمان موجود التصاق، في كل مكان التصاقات في كل مكان والتهابات في كل بص مكان. هنا هنلاحظ بقى حاجه بقى، خلاص هنا هنبدا نصل الى المشكله اللي كنا بندور عليها وقعدت وقت طويل. بص هنا المثانه البوليه بدات تظهر، القسطره بدات تظهر هنا، القسطره اللي انا حاططها اللي جايد. احنا كنا حاطينها في المثانه البوليه بقت جايد لينا عشان نعرف احنا فين. حقنا سلاين، طلع لنا السلاين، حقنا ملح من المثانه طلع في البطن، فعرفنا ان احنا كده فعلا في فتحه وفي ثقب في المثانه مفتوح على الرحم، واحنا كده ابتدانا نفصله. شايف الفصل؟ بدانا نفصله ما بين المثانه وما بين الرحم. هتبدا الصوره توضح اكتر ايه اللي نقصده في اللي جاي. في حاجه باينه، بدات دي البالونه اللي موجوده داخل المثانه اللي احنا هنشرحها ونوريها للناس دلوقتي، بس بعد الايه الشرح ده. نقف ثانيه، ادي المجاس الرحمي وادي البالونه. وادي الصورتين اللي احنا عاوزين نقولهم مع بعضهم. نرجع هنا شويه نشوف البالونه ايه فايدتها. هنا البالونه حاجتين، يعني انا دلوقتي عايز نقول لو احنا ركبنا القسطره دي في المثانه البوليه واحنا بنحقن هنا ماده بحاجه تانية، يعني مثلا لو اعتبرنا ده المحقن وننفخ هنا، بس هي طبعا في ليكج موجود ديت، يعني احنا بنشوف جايد، بنشوف الدليل. اصل هي هنا ده ممر، كانه ممر سري بين بيتين، ممر سري اكتشف بين بيتين، يعني زي بالافلام، الافلام السراديب كده، السراديب سري. في بالونه هنا هتبدا تتنفخ، بس في ليكج ما بين السرنجه والقسطره. البالونه دي فايدتها ايه؟ البالونه دي رقم واحد بتبقى هي السيلف ريتيننج، اللي هي بتبدا لما نكون حاطين قسطره في المثانه البوليه، البالونه دي كانها هي الـ بتخلي لما البالونه دي تتملي ما تخليش القسطره تقع من المثانه، لان بتفضل موجوده عشان لغايه لما الخياطه اللي احنا عاملينها دي تلتئم لسبع اسبوعين او ست اسابيع حسب الجرح كان حجمه قد ايه، ويبقى احنا كده بنخلي المثانه البوليه دايما تفضي البول بتاعها في الحائط بره، ما تتجمعش المثانه البوليه، تتجمعش بول، لان لو جمعت البول هينفجر الخياطه اللي احنا مخيطينها ويحصل نسور مره ثانيه. نرجع تاني للفيديو لما نشوف هنا بدا عندنا حاجتين، تحت الساوند، تحت في المجس الرحمي وفوق المثانه البوليه، يعني الاثنين دلوقتي يؤكد ان في نسور ما بين الاثنين. نكمل، ادي كده المجس الرحمي تحت يؤكد ان ده داخل الرحم،
وده البالونه اتاكد المثانه. نجري شويه وتيره الفيديو ادي برضو الاتساقات. نجري اما انا عاوز اجيب اخر جزء في الناسور عشان ما يبقاش في جزء تحت. بص نجري 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 كل ده بيفك الالتصاقات. نجري كل دي فك الالتصاقات. ممكن نقعد نفك الالتصاقات حتى لو كانت واصله لغايه المهبل اماما عشان نجيب الناسور ونبدا نبعده. نجري نجري. تم عزل الجزء فوق اهو المثانه عن الناسور تماما، والرحم بقى فيه فتحه والمثانه فيها فتحه بعيده عن بعض. نجري شويه. لو احنا ده فيديو تاني هنشوفه دلوقتي حالا. لكن المثانه البوليه خلاص تم عزلها تمام. نكمل بقى. احنا كده عزلنا المثانه البوليه عن الرحم تماما. عاوزين نوضح للناس ادي المثانه البوليه. المثانه البوليه دي عشان بقى ايه؟ طب الجزء اللي متاكل ده لازم اعمل له تريملنج. يعني ايه تريملنج؟ يعني ابدا اقص النسيج اللي ميت فيه عشان احييه من جديد، عشان لما اجي اخيط المثانه البوليه تلتئم. الخرم ده فيه خرمه. ده خرمه. ادي الخرمه ده الكبير، ده اللي كان موجود. بيتقص بالمثانه، بيتقص بالمقص جزء معين بعيد عن الحالبين عشان ما ناذيش ساعة المثانة. وبنحاول نجري شوية الوتيرة. ادي الجزء دائري من دائر حوالين الفتحة عشان لما يجي نخيط يلتئم. لان احنا لو خيطنا نسيج ميت ما هو مش هيلتئم، مش هيلتئم، والناسور هيفضل زي ما هو موجود. خرجنا النسيج وبدأ نخيط المثانة البولية من خلال المنظار، مش جراحة تقليدية. خيطنا المثانة البولية تماما واتقفل كده المثانة البولية عن طريق منظار معمول من البطن جايدد بالمنظار الرحم اللي احنا شايفينه. وادي القسطرة داخل الرحم، واحنا هنا بنقفل المثانة القسطرة قصدي داخل المثانة البولية ظاهرة، بنقفل عليها تماما. دي عملية صعبة جدا. يعني مش متكررة، مش تقليدية. قصدت بيها العرض عشان نحيي جراحات المناظير ونستمر في الطرح المستمر على ان جراحات المناظير نقدر نعمل بيها حاجات كتيرة جدا وتبقى اسهل كتير جدا من الجراحة التقليدية، واقل دموية واكثر استيعابا واكثر وضوحا عن الجراحة التقليدية. نجري شوية. قفلنا اخر غرزه في المثانه البوليه. نجري شويه نجري شويه كده. نجري شويه. نجري شويه. كل ده بنخيط كل ده في المثانه البوليه. نجري. ملينا المثانه البوليه بالمسيلين بلو عشان نتاكد المثانه تمددت تماما، مفيش اي ليكج، بيسموها ووتر تايت، يعني ما تنفس نقطه ميه، لانها لو نفست نقطه ميه يبقى البول هيعدي منها، ما عملناش حاجه. نبدا هنا منظار الرحم، ادي الفتحه بتاعت منظار الرحم، ان احنا هنقفل الرحم اللي بعيد عن فتحه المثانه خلاص. يبقى كده خلاص لما نخيط الخياطه مش مع الخياطه فما يرجعش الناسور تاني. وبنخيط الرحم برضو من خياطه الرحم بنتم برضو عن طريق منظار البطن الموجود. لان لو رحم ده ما اتخيطش ايه اللي هيحصل؟ كل منتجه اللي موجود دلوقتي خلاص بعيد عن المثانه هيخرج في تجويف البطن. يبقى عملنا ايه؟ يبقى ما عملناش حاجه. خلاص كده. وده صوره ثانيه نبقى نشوفها بعد العمليه دي في عمليه اخرى، نشوف حاجه مشابهه وكان مقصود بيها ايه. كده خلاص قفلنا كمان الرحم. نجري شويه. قد ايه ان نشوف الثقب في الرحم منخفض جدا وقريب من المثانه، فلازم وانت بتقفل خلي بالك ما تقفلش مع جزء من المثانه منخفض او فتلاقي نفسك عملت تاني ناسور تاني، خيطت جزء من الرحم مع المثانه البوليه. فلازم يبقى العزل تام والقفل تام، وما اجمل ان الامور كلها تبقى على العين وشايفها تفصيليا. بعد كده حقنا بعد ما خيطنا الرحم نتاكد ان كل حاجه في تيستات. في حاجه اسمها بعد ما نتم العمليات اختبارات. نكمل بس كده. قصينا خرجنا تمام، تمت العمليه. يبقى احنا كده عملنا ايه؟ فصل تام ما بين العضوين تاني. قدرنا نكتشف الناسور والفتحه اللي ما بين العضوين.
ازاي نبعد العضو ده عن العضو ده، مش هقفل الفتحه فقط، لو اني قفلتها بس هيحصل تاني نصور يرجع تاني، الخياطه مع الخياطه تلتئم والنسيج مع النسيج يتآكل ويرجع العضوين يفتحوا على بعض. بعدنا ده ورفعنا المثانه وبعدنا الرحم، قفلنا المثانه عشان المثانه نتاكد انها تماما رجعت وتماما مش متسربه. في حاجه اسمها ايه؟ التست. بعد بوست اوبريتيف تيست، مستقيم خيطناه بنحقن فيه مثلين بلو، لون ازرق زي كده. لو بنحقن واحنا بنحقن لقينا نفس الفكره، بنحقن لقينا تسرب من الـ من الـ من الحقن من المستقيم على بره، يبقى كده في ثقب لسه موجود. مثانه بوليه نفس القصه، رحم بنحقن مثلين بلو نفس القصه. زي ما بنحقن وانا لسه بالمنظار شايف، وانت شايف كل حاجه بالمنظار، ما استناش بقى العيانه. مش احنا الفكره ان احنا لما بنيجي نعمل اشعه بالصبغه بنحقن الصبغه داخل الرحم فتخرج من الانابيب وتتصرف في الانابيب سالكه، او اشوفها بالمنظار. مش احنا لما نيجي نحقن بالمنظار بنحقن مثلين بلو لون ازرق ونشوفه بعينينا فنقول الانابيب سالكه؟ كذلك لما نيجي العضو اللي احنا سلمناه تمام او رجعناه سليم بنتاكد ان هو سليم، نحقن الماده اللي مقصوده تبقى ملونه فتظهر قصادنا او لا تظهر. لو ظهرت يبقى لسه في ثقب، لم تظهر يبقى ان احنا قفلنا وعزلنا. يبقى هنا عرفنا توصيف لما يطلق عليه يوسف سندروم نسبه الى العالم القدير عبد الحميد يوسف، واتفقنا ان لما اي مريضه بتشتكي انقطع الدوره وبتيجي بول مدمم دوري يعني شهري، يبقى كده يحط في الحسبان ان ليها علاقه بالناسور اللي موجود. بقيه الناسورز هنبقى ليها حلقات تانية، لكن العمليه دي الحمد لله تمت. وتشوف قد ايه المريضه ان بعد كده لما اتشالت القسطره وازاي بدات تتحكم في بولها، وازاي ان حياتها او ان ما بقاش في دوره شهريه بتنزل، الالام بقت تختفي تماما. ان شاء الله في مره تانية نبقى نشوف المريضه لما بتتكلم. طيب انا الفكره كلها هي وجود فيستولا. الفيستولا عشان بس الناس تستوعب كل اللي احنا قلناه مره اخرى، لو فرضنا انه عندنا اتنين اورجان، اتنين عضو، والعضوين دول بيميلوا للتساق، وده انا عايز اسالك فيه برضو، ليه الاعضاء بتلتصق، ممكن تلتصق ويحصل ان الجدار يفيوز يلتحم مع بعض، تلاقي الجدار بقى كانه جدار واحد، وبعدين يتاكل جزء من هذا الجدار الملتحم ونفتح فتحه، تلاقي في فتحه خرم هنا اتفتح ما بين الاثنين بهذا الشكل كده، خلاص بقى هنا في خرم، هنا بقى في ناسور، ولا الناسور الاثنين ما بين الاثنين وخلاص. ما بين الاثنين الحكايه ديت وارده وكثيره جدا جدا، بحكم ان الانسجه البشريه تميل الى الالتصاق. تميل الى الالتصاق، وده اللي النهارده بناكده. وبنشوف بعض الامراض اللي ليها ميل لما يحصل، لما تيجي في جسمنا تعمل التهابات، والالتهابات تعمل انسجه، والانسجه يحصل التصاق ما بين نسيج ونسيج، فعضو كان منفصل تماما عن عضو تاني بدأوا يلتأموا مع بعض ويلتصقوا مع بعض ويحصل نصور. أو أحيان فقط بس يحصل التصاق خارجي دون أن يتآكل العضوين مع بعض، ويبدأ يحصل آلام مبرحة نتيجة أن العضو ده بقى ملتصق بالعضو ده، فلما يجي واحد منهم يكون متحرك بطبيعته والتاني ثابت، لما يجي اللي يتحرك يلاقي نفسه ثابت فيبقى ألم. بمعنى لو الأمعاء طبيعتها انها بتهضم الطعام وبتتحرك وفي حركه دوديه، هي بتتحرك، لو حصل التصاق مع الامعاء مع جزء ثابت مثلا زي المثانه البوليه او زي الرحم اعضاء ثابته او جدار البطن، فيبدا الامعاء وهي بتتحرك متكتفه فتعمل الالم. لو المهبل بقت حواليه التصاقات او عقد ويجي يحصل جماع فيجي النسيج ده يتمدد يعمل الم نتيجة ان هو انت بتمدده كأنك بتمزعه لانه تليف خارجيا. لو المثانة البولية اللي بتيجي تتمدد لما البول يمتلئ فيها فتلاقي ان بقى في الام موجودة، يبقى في مشكلة جوه. عشان كده دايما ان الام الحوض المستمرة تنبئ ان في مشكلة ما. لما يكون ربنا خلق لنا في جسمنا جهاز انذار يؤكد ان في مشكلة ما، وانت تتجاهل جهاز الانذار، يبقى في مشكله.
جهاز الإنذار هو الألام، الألارم بتاعنا هو الألام، والألم معناه حاجة، إن في حاجة بدأ تكون غير طبيعية، يا إما في طريقها للتلف يا إما تلفت تماما. فممكن تكون البداية ألام بسيطة، ألام بقت متكررة، ألام حادة، ألام لو تجاهلتها، لو كانت ألام حادة وسبتها زايدة تنفجر. لو كانت ألام بقت مستمرة وتسيبها ممكن تلاقي بدأ يحصل فيها التصاقات، يحصل فيها غرغرينة، يحصل فيها انسداد معوي، يحصل فيها obstruction، يحصل فيها. الطرح النهاردة، لأن أحيانا تيجي الألام والالتهابات نتيجة بطانية رحم مهاجرة زي ما هنشوف فيديوهات دلوقتي، فتيجي تبقى موجودة في أماكن غير طبيعية غير تقليدية زي مثلا البولية. طب لو ما عالجناهاش، طب لو عدت مرور الكرام، تيجي تلاقي في حاجة اسمها silent renal failure، فشل كلوي صامت، بمعنى ما جاليش ألم أي، إن في حصوة موجودة في الحالب أو الحالب انسد، فالحالب لما انسد البول عمال يتجمع يرتد على الكلى، الكلى تتوقف تماما ويحصل فشل كلوي. فشل كلوي حاد بيحصل فيه لما عملية اتعملت قيصرية أو استئصال رحم وربطوا الحالب أو علقوه بغرزة واتقفل الحالب وألم شديد على اليوم الثالث ومستمر في لانكس، في الألم في الجم، وتجاهلناه تماما وعمالين ندي مسكنات في مسكنات وفي مسكنات، نيجي بعد فترة نيجي نبص ايه ده، ده الكلية دمرت. طب ما الألم ده مؤكد ان في حاجة. لو في ألم على اليوم الثالث بعد جراحة موجودة في البطن، سواء جراحة منظار او جراحة تقليدية، وألام شديدة لا تتوقف مع المورفين حتى والمسكنات، وبدأت تبقى فيه حرارة وتاكي كاردة وضربات قلب مستمرة، تأكد ان في ثقب موجود، ممكن يكون في الحالب، ممكن يكون في المثانة البولية، ممكن يكون في الامعاء، اختارهم على الاطلاق اللي بعد اليرونوما او تجمع البول، اختارهم قبليها البراز لو سبناه، تأكد على اليوم السابع ممكن المريضة لا قدر الله تروح بلا رجعة. فقد ايه لازم كمان تكون عندك برسبشن لكل جزء ومضاعفاته لما تتم العمليات، وإلا هنخش في كوارث ومشاكل أكبر. لازم نتنبه أنه كتير جدا من مرضى الفيستولا أو مرضى الناصور، الناصور دي كلمة عربية، يعني لو احنا جمعناها نقول عليها نواصير أو يعني مرضى الناصور، ناصور الفيستولا، الفيستولا هذه الحالة التي تحدث عرض قد يفاجئ الكثيرين وقد يحدث اضطرابا في عقلية غير المتدربين. هذا الأمر منتشر جدا في صعيد مصر، منتشر جدا في الواحات، منتشر جدا في سيناء، منتشر في البلاد أو في الأماكن اللي الخدمة الطبية فيهم ما زالت فيها بعض من القصور بلا شك. عايزين ننبه لأنه في هذه المناطق الثقافة كمان بتبقى منخفضة، دي حقيقة، فكثير جدا من التفسيرات والتأويلات لبعض الأعراض الغير منطقية. يعني لما ست تقول أنا بتبول دم، أنا هتكلم بصراحة شديدة جدا، في كثير جدا من الثقافات يعتقدوا أن هذا الأمر أمر خارق وأن عليها جن. ده أحد التفسيرات اللي ممكن بعض الناس اللي يستخدموا استخدام ده، لأن يا إما هو عاوز يعمل مثلا شو إعلامي بشكل أو بآخر، يا إما بعض الناس اللي عاوزين يستفيدوا من أن هم دايما ما عندهمش حلول والناس البسيطة، فيبدأ يستخدموا استخدام سيء أو استخدام خاطئ. القصد من هنا والقصد من النافذه التعليميه المستمره في برنامج الدكتور ان يبقى في تبسيط للمعلومه وايصالها بشكل بسيط وجيد، الناس تبدا تستوعبها ويبدا يقول ايه ده كان عندي، ده انا ما كنتش فاهم التفسير ده، او 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 او، وفي نفس الوقت نرفع درجه الوعي بجراحات المناظير المتقدمه المساعده على الاخصاب والمتقدمة ان ممكن نعمل بيها استئصال لأورام حتى سرطانية، والمتقدمة ان نقدر بيعمل بيها ريكونستراكشنز تاني، اعادة توصيل الاعضاء ببعضها زي ما هنشوف حوالب ممكن نقطعها ونوصلها، انابيب فالوب نفس القصة، مسائل ناصور ممكن نفس القصة. ده الكلام اصلا دايما في الثقافات البسيطة، ودايما مستغلين الدجل والشعوذة. فكرة الدم بالنسبة لهم مثيرة للخيال في الحتة دي، في المناطق دي الدم، أي دم، واحدة جابت دم من ودنها، واحد جاب دم من ودنه، واحد جايب دم في البول، واحد جايب دم في البراز، الدورة الشهرية بتنزل في التبول، كل ده. بس أنا أقدر بجد أأكد ليك
ان في ناس دلوقتي كتير جدا والبرامج الطبيه المستمره اللي بقيت نافذه يعني منيره للعقول لكتير جدا من الناس اللي ممكن يكون ثقافتهم بتيجي من خلال التلفزيون. فبقت لما المعلومه تكون جاده ولما المعلومه تكون موثقه بتبقى سهله جدا للوصول، بيحترموها، بيقدروا يفكروا بيها ويقدروا يستندوا عليها ويقدروا خيالهم يكون اخصب وارقى ويبدا من غير ما يشعر. انت ما تقدرش تقول لحد ده دجل وده شعوذه وابعد وانت ما عندكش البديل للفكر ده او للطرح ده. اثبت له ان في بديل هيؤمن بيك، اثبت له ان ده مش جن هيؤمن بيك. ما تقعدش تقول له اصل في القران الجن بيقول صح، بس هو شايف حاجات ما عندوش تفسير وراح لاهل الطب فما عرفوش يفسروا له اللي موجود. فبالتاكيد طالما ملوش تفسير علمي ولا طبي ولا منطقي يبقى اكيد مس من الشيطان. صح كده؟ هو بيفكروا كده. فاحنا عاوزين دايما يبقى اطروحاتنا موثقه علميا عشان حتى الناس تبقى هاديه وثابته عندهم المعلومه. زي ما بقول دايما مثلا ما تتهمش في عقليه البسيط قوي في تفسيره للاشياء بدون ان تقدم له حلولا علميه تجاوبه على كثير من الاسئله او من الالغاز التي تقع امامه. فقبل ما نقول انه من هؤلاء السذج الذين يقولون ان الجن بيشعل الحرائق في الشرقيه في القرى الشرقيه او في بيوتها، اعصر على من يحدث هذه الحرائق ويريد لهذه القريه ان تخرج منها هذه الاشاعه. المساله مدبره، المساله مرتبه، كذلك في بس رفضا لما تيجي تقول عاوز توصف دي عاوز اشرحها. الناس البسيطه متخيله ايه؟ ان الجن مخلوق من نار فيقدر يحرق خلاص. طب ما احنا مخلوقين من طين، بس احنا على هيئه الطين دلوقتي. يعني انت لازم تفسر الفكر بفكر. الجن مخلوق من نار، ده قدره ربنا ان هو يقدر يخلق شيء من شيء اخر او من العدم عشان ده قدره الاله، ولكن لا يبقى على كينونته كنار، مش بيتحرك فيقدر يحرق الاماكن كلها. واحنا وجودنا لو شربنا ميه هنزرع عشان احنا اصلا معمولين من طين. فلازم نفسر الفكر. الناس عايزه تقتنع والله، بس تجد من يقاوم الحجه بحجه وبمنتهى البساطه ومنتهى التلقائيه بدون زي ما انت قلت ان نسخر من عقول الاخرين، لان هي دي كانت اقصى حاجه وصلوا لها. فلازم تضحضها وتقول ايه الفكره قصادها فكره ثانيه مبسطه، وانت بتحترم عقليه اللي قصادك، لان لو كنت فضا غليظ القلب انفضوا من حولك وتركوك قائما. ده ربنا بيقولها لرسوله، حتى لو كنت تمتلك كل ادوات المعرفه والعلم وتعاليت بيها على الاخر لانك انت تعلمها وتاكدت انك انت يعني ده مين ده وايه العك اللي بيقوله وايه كذا، فهينفر منك وبقول لك حتى بالعند انا هفضل في السكه دي. اذا الحوار علمي ولكن له اسقاطات ايضا مجتمعيه هامه للغايه. بعد الفاصل حوارنا ما زال مستمرا في حالات قد تصل فيها درجه الالغاز الى ان نستدعي فعلا شارلوك هولمز. وما عندناش احسن من دكتور سيد كشارلوك هولمز. عاوز اسال سخنا بقى. هو شارلوك هولمز وي ويل بي باك اجين. تعرفي بحلم ايه دلوقتي؟ تعرفي بحلم ايه؟ بحلم يكون انا ابن منك نفضل نحضن فيه نظرة يحضن ويفضل فينا يضم نظرة عيون وتناسي الهم يحضن ويفضل فينا يضم شايفك أطيب وأحلى يا حبيبتي يا حبيبتي يا حبيبتي لما هتبقي أم. اهلا بكم، وطبعا اللقاء مستمر مع ضيفي العزيز القيمه العلميه الكبيره استاذ الدكتور سيد الاخرس. اهلا بك دكتور عين. حقيقه لفت نظري كمان الحاله الثانيه اللي هي حاله اللولب. ايه بقى؟ بص احنا كنا عارف حتى كان رتم الحاله او الجزء الاولاني كان هادي شويه
عشان كان قاصد ان اوصل الطرح، مش عاوز استعجل، مش عاوز استعجل الفيديو، مش عاوز استعجل العملية، عشان نوصل للناس المعلومة هادية وموثقة وتبقى، لان زي ما انت قلت ان ده سابق، وفعلا هو سابق حتى مش فقط على انك يعرض على الشاشة التلفزيون، حتى الحمد لله في تاريخنا الطبي لما تلاقي اطباء كتير هيقول لك ان ده كان سابق. يعني لما نيجي نقول برضو علاقة اللولب تاني بالحالة اللي جاية، مريضة كانت والدة مرتين على الأربعين زي أي مريضة ممكن تروح تركب لولب، ركبت اللولب عادي، بدأ يجي لها ألام ومغص، قالوا لها إن اللولب السبب التركيب، شالوا اللولب. بعد ما تشال اللولب الألم مستمر 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 لا يتعق، وفي نفس الوقت انقطعت الدورة. تعال نشوف الحالة، تعال نشوف شكلها، تعال نشوف ايه سبب الالام المبرحة عند المريض. تعال نشوف مع بعض حالة مرتبطة بهذا الغريب الغامض كثير المشاكل اللولب. تعال نشوف مع بعض. 28 سنة، متزوجة، لديها طفلين، شكوى انقطاع طعم ثانوي، ثانوي يعني الدورة مقطوعة بعد العملية. نبص هنا لمنطقة المنظار، بص المنظار يا دكتور ايمن كله دم مجمع، شكل كأنك داهن جوه الحوض باللون الدموي، مش مثلا تجمع دموي في منطقة ما. نمشي الفيديو، ادي الرحم مليان، جدار الحوض مليان دم من كل حتة موجود، على على الأنابيب، هو على المبيضين، على المثانة، على منديل البطن، على الأمعاء، وكأني في انفجار دموي داخلي نتيجة ممكن هل ده حمل خارج الرحم، ولا هل في كيس دموي انفجر، ايه اللي يعمل التجمع الدموي ده بشكل منطقي ويبقى موجود؟ كل حاجة فيها كل حاجة كانت موجودة. نجاري وتيرة الفيديو، دم كتير، دم كتير. نرفع الرحم، لقينا هنا تحت الرحم تظهر بعض النيديولز من بطانة الرحم المهاجرة، فده ممكن يفسر الآلام الموجودة. هذا المبيض بنحركه، الأنبوبة بتحركها، بنخسر الحوض من التجمعات الدموية، سهل جدا انه يتغسل معانا ونشفطه عشان نشوف الباثولوجي والمرض اللي ايه اللي ثابت. بقى لقينا هنا بطانة رحم مهاجرة على المهبل خارجيا وفي التصاق، بحرك المهبل بايد المساعد تحت عشان يثبت لي ان ده المهبل، عشان لو هنعمل كي او هنعمل نبقى عارفين الفصل ما بين المهبل والمستقيم عشان ما يبقاش فيه مشكلة. هنا نبدأ نلاقي فيه جدار المثانة البولية كأنه مكرمش وكأنه ليه علاقة هنا نتيجة الكارسيرتين قبل كده بجزء الرحم الدوم بتاعته. بص هنا بنحقن حاجة، بص المنظر اللي هيجي دلوقتي، شكيت في حاجة، بص المنظر ايه ده، ثقب في الرحم نتيجة اللولب ده خرم الرحم. على فكرة يا جماعة منظر بطن تاني، المنظر ده تاني، الله الله، ثقب في الرحم موجود ومستمر. انت حقنت صلاين دلوقتي، ومن الثقب ده بتخرج منه الدورة الشهرية دي كل شهر عشان ست مقطوعات دورة. لو سمحت نقف بقى شوية كده، بتخرج الدورة من الخرم ده بدل ما تنزل من عنق الرحم، من الثقب ده بدل ما تنزل من عنق الرحم، ولقينا ده تفسير الدم اللي احنا شفناه في الحوض، وده اللي عمل الألام الرهيبة، وده اللي عمل بطانة الرحم المهاجرة، وده اللي عمل كل المشاكل اللي عند الزوجة دي. وبالتأكيد لولا المنظار، ايه اللي ممكن كنا نقدر نوصف بيه الشكل ده او نقدر نشوفه؟ يا اما حاجات نون انفيزيف يا اما حاجات انفيزيف. النون انفيزيف يعني ما نخشش الجسم بحاجه جامده قوي، نسحب شويه دم نقدر نشوف دي ايه، واحيانا ما تجيبش نتيجه. يا اما هنعمل منظار رحمي نشوف ممكن الثقب الموجود ده، يا اما نعمل اشعه بالصبغه فممكن تبين هنا، ولكن ممكن احيانا حد ما يقراهاش كويس لانه شايف صبغه مليانه فممكن تكون مش عارف انها خرجت من المكان ده. يا اما الام ار اي الرنين المغناطيسي او سونار ثلاثي الابعاد لقارئ جيد
يقدر يشوف الفتحة دي. بعض الناس يشوف الإيكوجينيستي أو الارتداد اللي موجود للصورة مختلف عن النسيج الطبيعي الموجود. نجري الصورة عشان نقدر نقول عاوزين نعمل إيه هنا؟ عاوزين نقفل المكان اللي عمال يعمل منه ارتداد. ده كده لو ثبتنا الصورة عارف ده يحيي نظرية إيه؟ يحيي نظرية سامسون ثيوري اللي هي بتاعت اللي هي الريتروجريد بطانه الرحم المهاجره ترتد من الانابيب فتعمل بطانه رحم مهاجره. فالثقب ده الموجود يؤكد الصوره دي وتاكدها ان بطانه الرحم المهاجره ممكن تنزرع لما تلاقي مكان تخرج منه وتخرج بره. بس ده يفسر فين اللي بتجويف البطن وتجويف الحوض. نكمل بس مفاجاه غريبه نكمل. هل يستطيع اللولب انه يعمل ده؟ اللولب لا ما نظلمش السكينه نظلم المستخدم. بالظبط كده نقول مين اللي مستخدم الاله وبالتاكيد هو اللي كان اللي وراه المشكله. بنبدا نفصل تاني اهو فصلنا المثانه برضو من عشان نتاكد ما كانش في ثقب. وبرضو نفس الفكره بدانا نخيط الثقب ونحقن فيه. وهنا بعد الحاله دي ما تمت الحمد لله رب العالمين بقت الدورة الشهرية بتيجي منتظمة وتيجي من المكان الطبيعي بتاعها لأن احنا قفلنا الباب اللي كان ضعيف جدا تخرج منه الدورة الشهرية. والحمد لله وتمت الحالة دي على خير. هنعمل شوية عجالة عشان نقدر نقول طرح فكر ان احنا عايزين نقول. يبقى ده بسبب الآلام المبرحة سبب ان عدم نزول دورة سنوية بعد ما تكون موجودة. يا إما كان بيحصل فيه التصاق داخل الرحم وأشر مان يا إما كان في ثقب بقى موجود او نسور يؤكد عدم وجود الدوره او كان في اسباب اخرى زي الاشر زي الايه شهان سندروم لو كان نزف كتيره وحصل مشكله في البيتويتري فتنقطع الدوره. لكن احنا بنتكلم على الاسباب الجراحيه واللي ممكن تيجي بعد مضاعفات العمليات. عايزين نشوف الحاله الثانيه الالتصاق النادر بين الرحم والمثانه البوليه. طيب الحاله اللي جايه عاوزين برضو نقول ايه؟ نقول ان لو كان ده بسبب مثلا مضاعفات جراحيه ممكن الجسم من تلقاء نفسه يشكل مرض ويشكل أشكال غير طبيعية لأول مرة هنشوفها مع بعض. لأول مرة أشوفها في عمري ولأول مرة أشوفها في عمرك مرض يجي يرسم لوحة فنية داخل جسد امرأة وفي نفس الوقت تلاقي التصاق كامل ما بين الرحم وما بين المثانة البولية وكأن فيه انسجام كامل ما بين المثانة والرحم حاضنين بعض بشكل غير طبيعي والمريضة بتشتكي شكوى غير طبيعية من الألام في الحوض مستمرة عقم أولي ما خلفتش قبل كده ألام مبرحة تبول دموي أحيانا عدم تحكم في البول أحيانا احتباس بولي أحيانا تكرار وعدم التحكم في البول أحيانا والإلحاح. نبص على العملية نشوف مع بعض العملية دي عملية التصاق غريبة دي برضو حالة من حالات 28 سنة من المنيا. كمل يا دكتور أيمن. طبعا شكوى تأخر حمل أولي التهابات بولية مستمرة. نرجع تاني للشكوى تأخر حمل أولي ما خلفتش والتهابات بولية مستمرة تعثر بولي الحاح بالبول يعني فريكوينسي أحيانا بول مدمم الموجات فوق السطيع أظهرت وجود ورم ليه في حجمه 3 × 2.5 سم وكيس على الكلية اليسرى حجمه 3 × 2.6 سم. لما دخلنا بص المنظر الغير طبيعي ده. بص الرحم ايه ده؟ عليه كيس فوقيه كيس والمثانه موجوده كانك في قلاده موجوده. بص المثانه البوليه فوق الرحم تحت الانبوبتين التصاق والمثانه البوليه مكشكشه كانك استك مضمه لامم على بعضه. الصوره الرحم فوقيه كيس اللي كان ظاهر ان هو ورم ليفي فوقيه كيس تاني. كيس الدم ده كان نتيجة بطانة رحم مهاجرة بعد تحليله في تشوكلت ماتيريالز وكيس التهاب وفوقيه. بص الصورة دي كأنك واحدة لابسة قلادة بالكامل وده السائل البروتوني اللي احنا المرة اللي شرحنا قبل كده. بص القلادة لو حطينا قلادة او سلسلة جنبه هتكاد تكون بالشبه بالملي موجود شبه البروشات كأن بروش أو سلسلة كده. سلسلة موجودة فص ألماز ودايرة موجودة وفص فوق بالظبط كده. سبحان الله على التشكوين والتشكيل اللي المرض عامله من تلقاء نفسه يحمي نفسه بنفسه
ويعمل شكوى رهيبه غير طبيعيه للمريضه. ليه الكيس متعلق كده بدانكيوليتد ولاول مره يحصل حاجه زي كده؟ ومش شكل يعني ممكن تظهر الاندومتريوما. هنؤكد هنا دايما احنا شايفين دايما الاندومتريوما ليها علاقه بالمبيض الكيس الدموي. هنا لقينا التهاب زي في الزايده والتهاب موجود وفي التصاقات. المريضه بتشتكي بالام مزمنه. الزايده جزء من شغلنا الاصيل الموجود واحد اسباب اللي موجوده في كرونيك بلفيك بين او الام الحوض المزمنه. هنبدا نتعامل بعد ما شخصنا حطينا بالونه داخل المثانه عشان نشوف فين حدود المثانه، ازاي هنخش في الفصل ما بين العضوين، ازاي ان احنا هنقدر نشوف نفصل المثانه ازاي البوليه من غير ما ناذيها ونرجعها لمكانها الطبيعي، لان المثانه البوليه ده اللي هنشوفه وهنكتشفه. بنحقن صلاين داخل المثانه، بمدد المثانه بكاني مليانه صلاين او مليانه بول مثلا. عشان نشوف حدودها فين عشان لما نيجي نفصلها. وادي مثلا من فوق واتملت وعلاقتها بالرحم عشان لما نيجي نقول هنفصل ازاي العضوين من بعض. طيب هل في ثقافه ان احنا نتعامل ازاي داخل المناظير للتحرير كل الاعضاء؟ ادي هنا بفصل هنا ازاي ده من ميزو ابندكس بتاعها من الغشاء او البروتون وهو او الدوره الدمويه اللي رايحه لها في جزء من الدهون اللي جايه جزء هي من الامعاء. طيب فصلنا الزايده اللي عليها نسيج التهابي واحيانا كتير جدا بيبقى بطانه رحم مهاجره، واي جزء بيتشال من الجسم وزايده تتشال من الجسم في اي مكان لابد انها تحلل. هل دي كانت سابيورتيف صديديه ولا اوبستراكتيف انسداديه ولا بطانه رحم مهاجره ولا كان فيها جرجرين ولا كان فيها يعني كانسر؟ لازم نعرف سبب اللي حصل فيه ايه والالتهاب ايه ويبقى مقرون وموثق بالسجن. هنبدا نفصل هنا كل جزء تدريجيا. ادي اول حاجه كيس كونا الجزء الاصيل بتاعه او البيديكل بتاعه عن اوضه وهنبدا ناخد الكيس اول واحد. واحنا بنطلع كيس بنخش بآله هتخش فيه ابره نسحب منه جزء عشان يتحلل. نسيج عشان يتحلل. سحبنا الجزء عشان نعرف ايه النسيج اللي جواه. واحنا بنسحب الكيس كان الكيس بص لا ما فيهوش بص. كان الكيس فيه ايه بقى؟ شوكليت ماتيريالز. بص هينفجر الكيس هتخرج محتوياته. كده بقى اهي. خلاص كده؟ بدأت تخرج الشوكليت ماتيريالز كأن نسيج موجود مكدس لأن مقفول عليه المكان. بدأ يحصل تجلط موجود في الأنسجة الموجودة. هنسحب الكيس ناخد منه عينة وفي محتوياته الكيس هيتسحب نسيجه. وهنا بنبدأ نشفط الكيس. اتشفط تماما لأنه كان عبارة عن كتلة دموية سهل جدا أنها تشفط. نسيج الالتهابي برضو بيتحرر وإحنا بنحرره بناخده عشان نبدأ هو كمان يتحلل. لان نسيج الالتهابي ده شكل من اشكال بطانه الرحم المهاجره اللي موجوده. سحبنا الكيس وبرده هيبدا يتحلل. هنا بقى ظهرت بعد ايه البثور وخلايا بطانه الرحم المهاجره في الفصل ما بين الرحم ومن المثانه البوليه. عاوزين نبدا نرجع المثانه البوليه اللي احنا حقناها بالصلاين لوضعها الطبيعي لان المريضه عماله تشتكي. ايه سبب الدم اللي موجود من الامراض النادره اللي موجودة أن تصيب المثانة البولية ببطانة الرحم المهاجرة وتتآكل أحيانا الديتروسال ماسلز أو العضلة اللي موجودة بتاعت المثانة البولية ويبدأ النسيج يبقى موجود ويحصل دم موجود في البول أحيانا؟ طب المريضة بتشتكي من التهابات متكررة. الالتهابات المتكررة اللي موجودة وتكرار البول واللي يتعمل فيه تحليل بول وما نلاقيش فيه صديد ومتكرر أحد الشكوك اللي موجود ان في بطانه رحم مهاجره في المثانه. طب ليه بيحصل التهاب؟ لانها على جدار المثانه. يبقى الالتهاب خارجي مش داخلي، والالتهاب الخارجي يعمل انقباض لاراضي في عضله المثانه، يا اما احيانا يعمل ريتنشن لليورين احتجاز، يا اما الحاح في البول ورغبه في التبول، يا اما احيانا عدم تحكم في البول لان نتيجه انقباض لاراضي في المثانه فتنقبض المثانه على محتوياتها الموجوده. طب لو احنا ما عالجناش الاندومتريوزس اللي موجود على المثانه واحنا فصلنا هنا دلوقتي ما بين الرحم
والتغدد الرحم اللي موجود في على سطح الرحم ونعمل فالجريشن بعد ما خدنا عينات تفجيل. نعمل كي تام بالبايبولر مش من المونوبولر يا اما ليزر يا اما بايبولر ثنائي القطبي مش احاد القطبي لان ثنائي القطبي هو الكي لكن مونوبولر نعمل بيه فصل وقطع ما نعملش بيه كي لاسباب نبقى نشرحها بعد كده وما نعملش البايبولر على المثانه البوليه والا نعمل ناسور هيتاكل جزء من على المثانه البوليه فاما حاجه من الاثنين تبقى فاهم بتعمل ايه يا اما تعمل اكسجن للمرض اللي موجود تستأصله وجزء من المثانه ممكن يستأصل لان لو حصل تمدد لهذا المرض هيقفل اليوريتر هيقفل الحالبين او يقفل الحالب بالتدريج يعمل كونستريكشن وابستراكشن بعد ما يعمل تضييق للمثانه للمجرى البول من الحالب او قفله الحالب يبدا ينعكس على الكلى وممكن يعمل فشل كلوي ويبقى مش عارفين السبب ايه لان ما قربناش وعرفنا سبب الالام اللي موجوده المستمره مصحوبه بألم في الجماع مصحوبه في مشاكل في الدوره الشهريه. طيب السايكليك هيماتوريا لما قلنا لما يكون في دوره مدممه او بول مدمم في اثناء الدوره الشهريه قلنا احد الاسباب يا اما ناسور وده على الاعلى يا اما في بعض الحالات النادره انه موجود اندوميتريوزيس او بطانه رحم مهاجره في المثانه البوليه هو الجزء الاصيل اللي موجود فوق. ولما نيجي الجزء نشيل جزء من المثانه البوليه لابد تكون متاكد وعارف دايما انت بتشيل ايه والا هتشيل جزء ممكن يكون يضيق حجم المثانه البوليه فتخش في مشاكل من تكرار البول لان بساعه المثانه بدا يقل يا اما ممكن تجور لازم تبقى عارف هو قد ايه من فتحه مجرى البول وده ما يتمش الا غير بمنظار مثانه. في دايما يقول لك علاج الاندوميتريوزس لازم يكون في مالتي ديسبلينري سنتر يكون مركز متعدد الاوجه كومبرهنسيف سنتر مركز متكامل لعلاج بطانه الرحم المهاجره معناه متكامل يعني في كولوريكتال سيرجن جراح للكولوريكتال لجراح الجهاز الهضمي ومعاك يورولوجيست وعندك كمان جراح مسالك بوليه مع جراح يتعامل مع بطانه الرحم المهاجره لانه احيانا هو بيبقى الليدر وهنا كمان حتى ممكن بعض الجراحين وبعض دكاتره المسالك البوليه ممكن ما يشوفوش في حالاتهم بطانه الرحم المهاجره قد ما يكون حد متخصص في بطانه الرحم المهاجره. نبدا نلاقي هنا كمان بعض في الرابطه العجزيه للرحم موجود بطانه رحم مهاجره ودي اللي تعمل المشكله في الالام والجماع وكل الاسباب دي المشتركه مع بعضها ممكن تكون سبب اصيل. هنا كان المهبل بسبب البؤر اللي موجوده بطانه رحم المهاجره عامل الام شديده وادي كانت زايده الدوديه بعد ما تخلصنا كل حاجه بنعمل الكليبسات ونشيل الزايده الدوديه ما بين الكليبسات الموجودين اثنين تحت عشان نأمن والفوق ونسحب الزايده الدوديه ونحللها جنب كل الانسجه اللي طلعت من العمليه جنبا الى جنب عشان نتاكد من التشخيص. طيب ليه بنتاكد من التشخيص؟ لان الجولدن ستاندرد للتشخيص منظار مع اخذ عينه حتى لو كان بنقول المنظار مع اخذ عينه معناها ايه؟ معناها ان احنا عاوزين نتاكد ان العينه دي هي بطانه رحم مهاجره. فتتاكد منين؟ مفيش حاجه اسمها بالسونار عرفت ان دي بطانه رحم مهاجره، شكوك تؤكد بطانه رحم مهاجره. سمع لمريضه بخبراتك المتراكمه يقربك من بتشخيص بطانه الرحم المهاجره. تاخد منظار وانت شايف الحلاقه كل انواع بطانه رحم المهاجره موجوده قصادك ممكن يبقى كيس دموي. برضه لازم تاخد عينه وتحللها لان احيانا بتاخد الجزء ده وتحلله يطلع مثلا كوربس لوتيم سيست او كيس دم في الجسم الاصفر للتبويض. خلاص يبقى الجولد ستاندرد بتاع اي نسيج موجود لابد من تحليله عشان نتاكد من ان ده بطانه رحم مهاجره. طيب خلصنا من الحاله وعرفنا
جزء تاني من بطانة رحم المهاجرة المرتبطة بالمثانة البولية. لكن فهم التشريح، فهم التواجد بتاع الأورجن بتاع الأعضاء التي تقع خلف البريتونيوم، خلف الجزء البريتوني. لأن في صورة هنا. لا عاوز أقول حاجة قبل الصورة معلش. إحنا عاوزين نقول إيه؟ لما نيجي نتعامل بالمناظير احيانا في حاجه اسمها التشخيص المقارن. التشخيص المقارن بمعنى ايه؟ ان ممكن مريضه تيجي تشتكي بشكوى معينه ولما تيجي تقرب تلاقي ان التفاصيل مختلفه. التفاصيل مختلفه ازاي؟ شكت المريضه ان عندها ورم ليفي وفي عنق المثانه، ورم ليفي قصدي في عنق الرحم، ورم ليفي خارج السبسيرس، خارج الرحم في الجزء الخلفي من الرحم، وتبقى المريضه سمعت منها الشكوى دي وسمعت منها المشكلة دي. طب تعالى لما نيجي نقول على حاجة، نقول حدوتة عشان نقول علاقتها ايه بالمرض بتاعنا. سنة 1851 طبيب عالم اسمه تيودور بيل هاريس اكتشف لبعض المرضى اللي عندهم مشاكل في بول مدمم، براز مدمم وسوء تغذية، ان في اوفا او سيست او بويضة موجودة في البراز بتاعهم والبول بتاعهم، وتأكد ان في حاجة اسمها تسمها بنفسه ان ده اسمها بالهارس والبالهارس. وبعديها بحوالي 50 سنة يجي حاجة الدكتور اسمه براجا دو سيلفيا من البرازيل يكتشف الدورة الكاملة لطفيل البلهارسيا. ونيجي نقول البلهارسيا هو مرض مستوطن في بلاد كتيرة جدا بتعتمد على المياه الجارية في تعاملها اليومي، في استحمامها، في زراعتها، في غسل الأواني. وبعد كده تيجي تكتشف المرضى عارفين بالشكل التقليدي وبالهراسيا موجودة ازاي في مصر، وبشكل التقليدي المريضة دي تشتكي ببول مدمم، براز مدمم، ألام، ودي تكتشف تضخم في الكبد وانت دكتور بطنة وعارف اللي انا عاوز اقوله، بس انا عاوز اوصل الرسالة والصورة دي. الصورة الكاملة او المتعرف عليها لبطانة الرحم للبالهراسيا، بطانة الرحم المعالي للبالهراسيا. لكن احيانا لما نيجي نقول حاجة والناس كانت عاوزة أوصل لها رسالة، من 1950 ل 1980 كان عاوزين يعملوا حملة قومية لمحاربة البلهارسيا في مصر. فبدأ يدوا علاج اسمه التارتر إيميتك. تارتر إيميتك. والتارتر إيميتك ده أو إيميتك كان بيستخدم بمالتو، يعني كذا إنجكشن، يعني كذا كذا حقنة، يعني مش حقن واحد، مش مرة واحدة قبل البرازيل كونتيل ما يطلع. فحصل هنا ايه من غير ما نشعر، من غير بدون قصد نية، هي دي الفترة اللي انتشر فيها الفيروس سي في مصر نتيجة الحقن غير المعقمة اللي كان المرضى من مريض لمريض بتاخد يطلع وياخد تاني يديله الحقنة ويطلع تاني يديله الحقنة. كانوا بيلموا طلبة المدارس كلها في الفصل او في المدرسه، وتيجي واحده اللي هي حكيمه المدرسه، حكيمه المدرسه وتدي وبتقعد وبتقعد تغلي في الحقنه، احيانا ما تغليش لنتيجه انه بتغلاش قوي او تغلي شويه. الوقت شوية بقى عاوزه تحقن 100 واحد، 200 واحد، 300 واحد، 1000 واحد في اليوم الواحد. فكل واحد مثلا تملى السرنجه هتتملي قد ايه؟ مثلا 5 مللي، كل واحد ياخد مللي. فتدي الاولاني، الثالث، الرابع، الخامس، في نفس الايه السرنجه. فده اللي خلى البيك المنتشر في فيروس سي، لانه كان متزامن في الحقبه اللي عالجوا فيه البلهارسيا من 50 ل 80، من 1950 ل 1980 هي دي اكبر فتره انتشر فيها مرض البلهارسيا، قصدي مرض الفيروس سي، وهو كان في الحمله القوميه لعلاج البلهارسيا بلاد ترانسفيوجن. بعد فتره بقى لقينا البلهارسيا ممكن تيجي في اماكن مختلفه غير متعارف عليها، بأشكال مختلفة غير متعرف عليها. مريض بيشتكي بكحة في انجلترا، ونحالة في الجسم، وسموكر كان من نيجيريا وقعد في روديسيا، وبعد كده استوطن في اسكتلند، وبعد كده عملوا له بكح وبيقل، وفكروا ان في تي بي، فكروا في النسول،
عملوا له اشعه لقوا انه في ورم، خدوا الورم وعملوا رايت لوبكتو من الكابن طلعت بالهرزه جرانيلوما. جرانيلوما يعني معناها تجمع معين للفايبر سيشو فليفي مكون من فايبر موجود بقى والاوفاسيست والكلام زي كده، وهتلاقي فيه بالهرزه في جوه. طيب بتيجي في المخ، وبتيجي في المخ فعلا، بس لاول مره والحمد لله كيس ريبورت، لاول مره في تاريخ الطبي اقدر اقوله الحاله اللي جايه دي واكتشفناها ازاي. نبص كده على الحاله. عفاف حاله عندها، هنشوف الحاله، تعال نشوف مع بعض حاله عفاف بالهرس، نشوف مع بعض. انا اسمي عفاف راضي، سني 35 سنه. الالام اللي كنت بشعر بيه الام اسفل الظهر، الام اسفل البطن قبل الدوره واثناء الدوره وبعد الدوره، والام اثناء التبول. بدات اروح للدكاتره من التعب ومن تاخر الانجاب، يعني من الاثنين. فاول دكتور اكتشف وقال لي اعملي لي تحليل واعملي لي اشعاعات، عملته وقال لي انت عندك ورم ليه في حجمه 12 سم. قلت له طب ما تعمل لي العمليه، قال لي لا بصراحه انا ما عنديش الامكانيات ان انا اعمل عمليه. فروحت للدكتور اللي هو المفروض اكبر دكتور في الفيوم عندنا، وقال لي ان انت لازم تشيلي الرحم يا تموتي. يعني هفتح واشوف، مش هقول لك اعملي لي اشعاعات واعملي لي تحاليل كله ده هيوصلنا لنفس الطريق، انا هفتح واشوف، يا شيل المبيض يا شيل الرحم يا تموتي. اما الثاني ده طبعا انا بصراحه بعد ما الدكتور ده قال لي كده قعدت حوالي 4 شهور وانا حالتي النفسيه. المهم سمعت دكاتره في برامج كتير فاطمنت شويه وحاولت ان انا اروح لدكتور تاني، فقال لي لازم تشيل الرحم. قلت له مش مقتنعه ان انا اشيل الرحم. قال لي بص لو مش مقتنعه تشيل الرحم ما تكشفيش، انا هقول لك من الاخر انت فاضل لك 5 سنين وتاخدي علاج كيماوي وتقعدي سنتين تاخدي العلاج وتعدي، فانت احسن حاجه شيل الرحم. بعد ما سمعت الكلام ده اللي بيقولوه الدكاتره طبعا انا يعني حاسه ان الدنيا وقفت، ما بقاش لي نفس اعمل اي حاجه. حتى ولادي قاعدين عند بيت جدهم، ما تمتش قادره افيد بيتي بحاجه ولا افيد نفسي باي حاجه خالص. طبعا يعني مش عارفه اعمل ايه. ده طبعا حاله من الحالات التي تستحق الى الان الى الان هي حاله على انها ورم، والى الان عندنا ورم ليفي. والى الان بعض الناس شكوا ان في ورم سرطاني. ده طبيعي، يعني اللي ممكن يحصل احيانا من شكل الحاله ومن خبراتك ومن الانفستيجيشنز او اللي انت قمت بيها، يا ممكن تقرب من حاله يا اما ماشي على خطوات ثابته يا اما ممكن تضللك. تعال نقول ان المريضه اللي داخله تشيل الورم الليفي دخلنا بالمنظار اكتشفنا ايه. تعال نشوف مع بعض الحالة. عفاف متزوجة، عقم ثانوي مدته 12 سنة، ألم مستمرة لا تتوقف في منطقة أسفل الظهر وأسفل البطن، والموجات الصوتية أظهرت وجود ورم ليفي بالجدار الخلفي للرحم حجمه 12×10 سم. صح؟ ده اللي إلى الآن كانوا شايفين. ده ما خدنا بالمنظار لقينا هنا، بنبص دايما بانوراما في كل عضو والجسم كله وكل الأعضاء اللي قصادنا، لقينا الرحم المبيضين، نرفع الرحم نكتشف ان الرحم سليم تماما ما فيهوش اي اورام ليفيه. الرحم ما فيهوش اي حاجه. ايه ده الماس وين باين هنا؟ هنا في ماس ريترو بروتونيال ماس. نقف كده سنه لو سمحت. خلف البريتونيه. نقف هنا سنه. خلف الغشاء البريتوني. نقف هنا ونقول نيجي هنا يا دكتور ايمن نبص بصه على تعال نبص على عفيفي بقى. نرجع لعفيفي بقى. نبص بصه على الاستوديو. هو ده عفيفي الثاني. احنا هنا في الاستوديو. نبص هنا ولو قربنا على الاعضاء اللي موجوده، لو دخلنا بمنظار البطن فاحنا بنشوف كل ما هو في تجويف البطن ده. بنلاقي الامعاء، بنلاقي المعده، بنلاقي الكبد، طبعا ده كل ما بيبانش، ده الجزء في الصدر ده ما بيبانش، بنلاقي كل الاعضاء دي. وبنلاقي رحم ومثانة بولية موجودين في نفس الجزء ده. هنا لما نيجي نرجع بالفيديو نلاقي فيه حاجة اسمها الغشاء البريتوني. الغشاء البريتوني اللي موجود وهو اللي فيه كل الأنسجة وكل الأعضاء دي.
لو رفعنا النسيج ده ورفعنا الغطاء اللي ورا ده اسمه في حاجه اسمها ريترو بروتونيال سبيس. ريترو بروتونيال سيك. ريترو بروتونيال سبيس او ريترو بروتونيال سيك. سيك او سبيسز. بنلاقي فيه تجويف خلف الغشاء البروتوني. تجويف خلف الغشاء البروتوني ماشي فيه اعضاء معينه. اعضاء معينه متعارف عليه. نرجع بالصوره اللي كان فيها التوين عشان نقول ايه الاعضاء الموجوده عشان لما نيجي هنشتغل بالمنظار في الجزء ده واحنا مدركين ايه الاعضاء وايه اللي ممكن يكون طالع من لو شلنا الغشاء البروتوني هيبان هنا اعضاء معينه بنسميها الرابت ساك. رابت يعني الريكتم والاورتا البنكرياس الانفيريو فينا كافا الوريد الكهفي الديودينم ال 12 والغده الكظريه سوبرا رينال واليوريتر الحالب والقولون وخصوصا الاسندج والديسندج الصاعد والكليتين. على فكره دي حته لطلبه الطب لو سالت في اي وقت عن الاجزاء الخلف البريتونيوم افتكر كلمه رابت ساك. احنا عاوزين نقول هنا هي ايه؟ لما تطلع ورم من ده يا اما الورم طالع من الاعضاء دي يا اما ورم طالع من الانسجه اللي حوالين الاعضاء دي. يعني ممكن يطلع من شويه سيمباثيك تشين زي شوانوما او جانجليوما او ساركوما او فايبروما تليف او ليبوما جزء يعني تجمع دهني موجود كيس دهني كبير. او ممكن يطلع احيانا شفت بنفسي طلع انه درمويد سيست كيس درمويد في موجود في المكان ده اللي هو كيس اللي بيبقى فيه اسنان وشعر وبيبقى فيه دهون في الاماكن ده لكن طلع ابيدرمويد يعني جزء منه ما كانش فيه اسنان والشعر كان موجود بس جزء منه من الابيدرمويد. تعالى نرجع بقى للفيديو ونقول لما داخلين بقى على الريترو بروتونيال سبيس اللي فيه الاعضاء المهمه الضخمه دي اللي ممكن لغايه هنا ونقول لا خلاص بقى تروح المريضه لحد تاني لازم تكون مستعد استعداد كامل بتيم كامل تكمل بيه العملية اللي جات المريضة بقت أمانة في إيديك. ده هنا المستقيم والناحية اليمين هيبقى الحالب اللي مغمور تحت المرن. هنا هنفتح الغشاء البروتوني نبدأ نكوي كاية صغيرة ونبدأ نفتح الغشاء البروتوني. دي أول مرة أشوف الغشاء البروتوني بيتفتح. فتحنا الغشاء البروتوني تدريجيا ورم. نجري شوية يا جماعة. في ورم. نجري شوية. نجري شوية يبدأ الفات تيشوز اللي موجود بيغذي الأوعية الدموية اللي نازلة. عاوزين نوصل للكبسولة اللي حوالين الورم. وأنت مهيأ جيدا وعارف إن المستقيم من ناحيتك الشمال. والحالب ناحيتك اليمين والمثانة البولية موجودة فوق. بنعمل حاجة اسمها تي ليفت. حطينا حرف تي داخل المبيض عشان نوسع لنفسنا. هنخش نرفع من حرف تي اسمه تي ليفت كانك بترفع المبيض عشان توسع لنفسك اللي هتخش في المبيض اهو ويخرج حرف تي من الناحيه الثانيه تطلع بالتروكر وترفع المبيض وسع لك الايه بدل ما حد يجي من المساعدين يفضل ماسك لك المبيض طول الفتره. حطينا تي ليفت. نرجع بقى لعملياتنا نجري شويه بنعمل بقى طبعا بتشتغل الريترو بروتونيوم وانت لازم تبقى عارف انت مع الجول انت مع الاورده والشرايين الاساسيه اللي داخله في منطقه الحوض وداخله في منطقه القدمين ومنطقه والحالب والمستقيم على شمالك. نبدا ازاي نفصل الكتلة الرهيبة من خلف الغشاء البروتوني لغاية لما فصلناها تماما ولما بدأنا نشك من وجود غدد تبقى انها تبقى هايلي فاسكولار وبروميننت وممكن تكون سرطانية اوعية دموية يبقى لابد من الاخر يبقى معانا هنا بقى ايه التيم بالكامل موجود. فبعد ما فصلناها تماما فصل تنبيل المنظار ما اقدرش هنا استخدم بقى المورسليتور. لا
المفرمة هنا لأن ده لو ورم سرطاني نشرت الورم السرطاني في البطن كله. خلاص تحرر تماما، فتحنا فتحة طلعنا الموجود بتيم كامل، موجود معانا الدكتور محمد عبد القوي استشاري جراحة الجهاز الهضمي والأورام. فتحنا نجري شوية لو سمحتوا، جري شوية، طلع ورم حجمه 18 × 14 سنتي. إلى الآن طلع الورم ده، وإلى الآن شكينا بقى هتخش في الديفرنشال دياجنوزيس لريتروبورتينيال ماسز. ايه الاورام اللي ممكن تكون خلف الغشاء البيروتوني من كل الاجزاء اللي احنا شفناها؟ لان من متعارف علينا انك هتشتغل بالمناظير، لسه المناظير فقط لعلاج تكيس مبيضين وكيس الشوكولاته يتشال والتقصاقات تتشال، انبوبه تتقفل، ورم ليفي يتشال، رحم يتشال. لا، احنا ممكن كمان نبدا نشتغل في الريتروبورتينيال سبيس عشان نقدر نشوف العالم المجهول اللي ممكن اكيد يحد من، لو قدراتك محدوده تحد من وقفتك، ولازم يبقى تيم متكامل عشان يقدر نشتغل في المكان ده، لان الغلطه فيه تساوي حياه مريض. بعد ما طلعنا الورم المفاجاه، بعد تحليله المفاجاه يطلع بالهريسيا، تطلع بالهريزيوما. اول مره على تاريخ الطبي على مستوى العالم، من اول ما دكتور بخيت سنه 1951 مصري اكتشف ان في اوفيريا طلع في سيست، كيس صغير حجمه 3×5 وطلعت ان فيها بالهرزيوما، لم يظهر من هذا التاريخ الى هذه اللحظه انا بكلمك بالهرزيوما. كان في قمه دهشته الدكتور جمال عميره استاذ الجراحات الاورام اني نكتشف ان المرض ده يطلع بالهرزيوما. اتحلل، نرجع للمريضه تاني واحنا بناخد التاريخ كانه بنسترجع تاني، اتعمل لها تحاليل سيرولوجي دم بعد ما اتحللت انها طلعت بالهرسيا، مليانه بويضات حيه وميته وفايبر سيشو، وعملت جرانيولوم تستيشو من الحجم النادر 14×18 سنتي، طلع فيه اجسام مضاده في دم ضد البلهارسيا، يعني البلهارسيا موجوده نشطه. ده يؤكد ان انت شلت الورم الضخم ده اللي له علاقه من البنسانه البوليه اماما. في دكتور مسالك بوليه الدكتور كريم عمر بقى موجود معانا في العمليه عشان الاستنت اللي موجود في الحالب عشان نحافظ على الحالبين، رؤسه ده الحالب المستقيم موجود ومحطوط فيه الريكتال تيوب بتاعته عشان نتاكد ان المستقيم بعيد عن المنطقه ما يبقاش فيه مشكله تيجي على حجم على المريضه. نشوف المريضة ونرجع نكمل الحدوتة. تيم ورك مهم جدا، جراح مسالك، جراح نسا، جراح جهاز هضمي، لازم ده كله جراح أورام، جراح أورام طبعا. تعالى نشوف مع بعض. الحمد لله وعملت العملية وطلع التشخيص غلط من أساسه، أصلا ما كانش ورم ليفي، كان حاجة تانية خالص، والحمد لله عملت العملية دلوقتي والحمد لله كويسة، وأنا بدأت أحس بتحسن دلوقتي، ما فيش غير ألم بسيط أثناء يعني دخول الحمام. وأنا بتمنى إن شاء الله أن ربنا يتم الشفاء على خير يا ربي وإن شاء الله. وبشكر الدكتور سيد وبشكر جميع الدكاترة الموجودين في مستشفى الأمم، وبشكر الدكتور أيمن رشوان اللي عرفني على الدكتور سيد. عرفت الدكتور سيد من خلال برنامج الدكتور أيمن رشوان. انت كنت مشخصه انك ورم ليفي؟ ايوه طبعا. وورم ليفي وفي جدار الرحم الخلفي، وتحاليلك وقصدي اشعتك اللي معموله بتؤكد كده، سونار بيؤكد كده، ام ار اي بيقولوا كده، دخلنا بالمنظار تطلع القصه كلها مختلفه تماما، ورم موجود تحت الغشاء البيروتوني. لغايه هنا الحدوته يعني تشابه حاجات كتيره جدا. المدهش انها الحالة الاولى على العالم ان تطلع دي بالهرزيوما، يعني نسيج بالهرسيا
وكلها مليانه بويضات بالهراسي. انت كنت نزلت تاني وانت صغير؟ نزلت كم مره؟ كتير. بتغسل مواعين؟ يعني كان غسيل مواعين بتاع لمرات كتير. مرات كتير ما كانش فيه ميه غير ما كانش فيه مشاكل ابدا اشتكيت منها البول كذا مره احس ان الميه مش راضيه تنزل والم بقى فظيع وراح للدكاتره يقول له حصوي على الكلى تشابه شبه رمله حاجات من الحمد لله ودلع السلامه البركه. قولي لي دلوقتي بعد ما عملنا العمليه احساسك ايه والدنيا اختلفت ولا ايه؟ في ايه اختلفت كتير طبعا الراحه النفسيه طبعا انا ما شفتش الرحم دي حاجه اهم شيء ممكن قال لي تشيل الرحم. ايوه الحمد لله. اتنين ان انا مرتاحة عن الاول حسيت انها بطني صغرت شوية بس مش كتير يعني بس صغرت عن الاول الحمد لله على السلامة. ودي كمان نقول حاجة ان مفيش حاجة اسمها اورام ليفية حتى لو متشخصة اقول لي واحدة اشيلك الرحم من غير قطر ما اقرب منها ما نعمل منظار شوف التفاصيل. واحنا بنشوف الحلقة اللي جاية عجبني جدا الدكتور سيد مصمم لانه فاهمها رغم انها ست بسيطة بتفهمها كل حاجة. ما هي صاحبة المشكلة وصاحبة صاحبة الحالة هي حياتها هي جاية لك فترة معينة أنت أمين عليها فيها وأنت لما يعني أنا عاوز أقول برضو تاني بنشكر ربنا وبنشكر القدر بنشكر مرضانا اللي إلى الآن هم كانوا سبب في أن كل حاجة نقدر نوصل لها ونعمة ربنا أن يبصرك بما بداخلك وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يعني لما علمنا ربنا أن يجيب أمراض معينة داخل أجسادنا عشان لو احنا نقدر نشغل عليها اللي بتقدر تصل بيه هنا تقدر تحيي بيه البشرية وبالتالي العلم يفضل مستمر ومن جوانا مش من برانا بس نشغل على ده. تعال نشوف ورم ضخم كده. تعال نشوف العملية اللي جاية بقى عملية في قمة المتعة برضو مريضة ومتشخصة ان عندها أو ورمين ليفيين كبار سونار بيقول تفحصها الأورام كبيرة تعمل سونار في اورام ليفيه موجوده و52 سنه او الام بالظهر والام اثناء تبول ومصاحبه باعراض امساك كمان كل ده والالم رهيب جدا 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 وبدا يزيد ويكبر. لما دخلنا بالمنظار هنا بنبص نلاقي ايه ورم ضخم وكيس ضخم موجود بص كيس قد ايه والورم بعد كده ملتصق بالرحم وادي الامعاء تحتيه والورم ضخم جدا كأن المريضه حامل في الشهر السابع الثامن من تضخم البطن. ماي جاد تضخم. بالرغم كده لازم احيانا وادي المثانه البوليه لازقه تماما المثانه البوليه مكتوب عليها جدار البطن ده جدار المثانه البوليه لازق تماما مع النسيج ده. احيانا انت لو حتى هتعمل جراحة لاستئصال احيانا اورام المنظار لو انت حتى هتعمل كونفرت وتقلبها تبقى فتح بطن المنظار بيفيدك في رؤية كاملة متكاملة ورسم خريطة كاملة وتعامل مع الانسجة. بدأنا نعمل من خلال المنظار نفس فكرة الريتروبلوتينيم نفتح الكيس ونحاول ان احنا نستئصله ونقدر نشوفه على حسب محتوياته وعلى حسب الشغل اثناء واحنا شغالين. لو لقينا ان في جزء احيانا ممكن يبقى مشكوك ان هو يكون ورم سرطاني نتيجه الدوره الدمويه او الدوره الدمويه او الاوعيه الدمويه البرومنت الظاهره عليه هنا ده احد الاسباب انك انت تكونفرت تحول مسارك من منظار الى بص هنا فتحنا المنظار فتحنا الكيس لقينا الكيس هنا فيه ماده جيلاتينيه قوي ولونها مخضر واكتر من كيس وبنفس الشكل ده فإن كده لا نفتح البطن ونحاول نكونفرت. فتحنا البطن نفتح اوبن بقى فتحنا اوبن ودي من الحالات اللي لازم تكون عندك وعي انت بتفتح ليه. ادي الدليفري بتاع الورم اللي كان باين انه كبير وبعد كده بقيه العضو هنا هنستأصل الرحم بالكامل هنعمل بان هيستريكتومي بالكامل لشكوك الوجود الاورام لا قدر الله تكون سرطانيه. واحنا شغالين وبنفحص شكينا في وجود بعض الغدد الليمفاويه اللي موجوده اللي مرتبطه بالايه؟ الالياك فيسلز. فكان شك
هنا ان ممكن يكون في وجود اورام سرطانيه. والمنظار فادنا كتير جدا من تسليك موجود، لان احيانا لما تيجي تعمل فصل ما بين فتح البطن تبقى الانسجه قريبه من بعض، المنظار يقدر يعمل لك بعد وصوره اوضح تقدر تفك الالتصاقات. وبدانا نستأصل الرحم بالاكياس بالاورام اللي موجوده فيه. هنا بيبقى فيه بقى ان ايه التيم الكامل، تيم الانكولوجي بيرس برضو الدكتور جمال عميره، يبدا يكمل الليمفا ادينكتومي اللي موجوده، ونبدا ناخد كل غليه لمفاويه موجوده. طلعنا الكي الورم اللي موجود اللي شكله غريب جدا ومليان فيه اكياس غريبه جدا كانها حويصلات 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 متجمعه جنب بعضها. بعد كده لما نيجي نشوف شكل الجروس سيكشن كده، الفيديو اللي بعديه نشوف واحنا بنشوف شكل الانسجه عامله ازاي. نشوف الانسجه مخلفه اربعه بتشتكي من الام مجرحة بقالها 5 سنين، الألام في التزايد، تعمل سونار وتعمل أشعة أكتر من مرة لأن في أورام لفاف في الرحم، يعني تقاعست إنها تعمل العملية، الألام بتزيد، جت بعد كده كان متشخص بال MRI وبالسونار إنه برضه مجموعة من الأورام اللفاف. عملنا منظار اتضح إن فيه مجموعة من الأكياس مرتبطة بالمثانة البولية من قدام وبالرحم الخلف. بص مجموعة من الأكياس، مش كيس بقى ولا اتنين ولا تلاتة، ده واحد، ده اتنين، تلاتة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، تمانية، تسعة، عشرة، 11، 12، حوالي 15 كيس. ليهم علاقة بالمثانة البولية من قدام، وليهم علاقة بالرحم من الخلف. الرحم ده، المثلث ده. ده الرحم، ده طالع منه مبيضين. ده كله لما تيجي تبص ده عبارة عن ايه؟ عن ورم ليفي ضخم في الرحم. بص عشان كده انا ليه عملنا منظار بعد كده قلبنا؟ لان عندنا حاجتين، حتى الرحم في ايه؟ في حاجة تشك. شوف الزلال النزل. بص ده نفس الشق الاكياس دي. يعني هي الاكياس دي اللي بره هي اللي جوه. لسه طبعا الهيستوباثولوجي هيقول ده ايه بالظبط. يعني شكل الانسجه بالنظر شكلها مش طبيعي، مش حميد. اتمنى ان يكون تشخيصنا مش في محله. ان السرطانات بالذات بنتمنى تشخيصنا مش في محله. واتمنى ليها الشفاء ان شاء الله وكل يرجع. الحاله طلعت برضو حاله ريكوردد على مستوى العالم. حاله نادره جدا. طلعت ورم ليفي في حاجه اسمها ادنو لايوميوما، مجموعه من بطار، يعني كان الاندوميتريال تيشوز الاندوميتريال جلاند اللي موجوده داخل بطانه الرحم كانها انغمست في هي والاستروما، انغمست في عضله الرحم وبدا يحصل هذا التحلل وهذا النسيج اللي كان المفروض ان يحصل مداخله مع الدكتوره نفيسه مدعو عشان تشرح لنا استاذ الباثولوجي على النسيجين اللي كان بتاع البلهرزيوما والنسيج اللايوميوما وقد ايه ندرتهم وقد ايه اللي بتقولوا لي بس مش عارفين تتصلوا بيها مش عارف ليه. هي في مشكله في الاتصالات. وقد ايه الندره وقد ايه التفاصيل اللي كنا محتاجين نسمعها ومقارنات رهيبه جدا جدا جدا. نشوف الامل بقى. الامل؟ الامل نشوف الامل. نشوف الامل. الحمد لله انا يعني الحمل اتاخر معانا مده سنتين بس الحمد لله بالمتابعه والعلاج مع في مستشفى الامم مع الدكتور سعيد. الحمد لله ربنا اكرمنا واتمنى ان شاء الله انها تعمل العمليه وتخرج ان شاء الله من الولاده واشوف البيبي واخده في حضني. كلمت بالدكتور سيد يعني في اول ما اتحطت الاجنه ان هو واخدني بيشتري لي عروسه. كنتش عارف طبعا بنت ولا ولد. واشتري لي فعلا عروسه لابسه فستان فرح. بعدها عرفت ان دي بنوته. Thank you.
حاله ولاده من بويضتين واي ام اتش مخزون مبيض صفر. طبعا وادي ربنا موجود وهتفضل دايما ربنا موجود، لان ربنا بيقول اعوذ بالله من الشر، الزم نفسه بيقول وما من دابه على الارض الا وعلى الله رزقها. لو تاكدنا تماما ان رزقنا مكفول من الله يقسم على نفسه انه لعبده انه رزقه جاي له، والخلفه رزق والصحه رزق والحب رزق، ده حتى الشجر اللي هو دابه. شوف تعالى نشوف ربنا وهو عاوزين يعلمنا في اياته حاجه نتعلم منها. تعالى نتعلم بقى. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل اللهم إني أتوسل بك إليك وأقسم بك عليك، فكما كنت دليلي إليك فكن اللهم شفيعي لديك، وعاملني بالإحسان لا بالميزان، وبالفضل لا بالعدل، فإن حسناتي منك وسيئاتي مني، فجد اللهم بما هو منك على ما هو مني. رحم الله الشيخ الشعراوي، هو الذي علمنا وهو الذي تعلمنا منه الكثير، وكان ينبغي ان احنا نختم بهذا الدعاء حتى نسكر الشيخ الشعراوي رحمه الله. دايما دايما نورتنا دكتور سيد، كتر خيرك دكتور، وتشرفنا دائما بوجودك. تشرفنا ديت دي كلمه انا واخدها من الاستاذه العظيمه الاعلاميه الكبيره الاستاذه نجوى ابراهيم، عشان ابقى انسب الامر لاهله يعني. طبعًا فانا اتعلمت منها ان احنا نقول تشرفنا. يعني الحمد لله رب العالمين، ودايما صديق الدرب مستمرين دايما بفضل الله ومساعدته ونستعين بيه انه دايما يصحح اخطائنا ويصوبنا ويبصرنا بما لا يبصره الاخرون. نورتنا. كتر خيرك. واكيد هنعود مره اخرى اليكم في الغد مع الدكتور، ارجوكم ابقوا معنا.